اهلا ومرحبا بكم ناس كل في ذوق 24، لمتنا التونسيه اللي تعودتوا بها كل سهرية تحدى على القناه الوطنيه الثانيه. نحاولوا يكونوا معنا كل ما هو تراثي، اذا كان من منطوق الشفوي، من شعر، من غناء تراثي يكون حاضر معنا، الحرف والحاجات الاختزانة ايضا ما تغيبش علينا في ذوق 24. واليوم نعدوكم ان شاء الله بمضمون ثري وبرشا فقرات ان شاء الله تكون حاضره معنا باش تعجبكم وكما استنستوا. اول الفاتحه نتاع برنامجنا موزايك 24، الفقره اللي فيها ديكور بعد شويه تشوفوها معنا. موزايك 24 تامن هنا نرجس الزغدي دفتوح. اهلا وسهلا ومرحبا بك نرجس. عسلامة ندى. اهلا بيك. يعيشك وبيك. دونك بتبيع مهندس الفضاء الداخلي ديما تحضر معانا باش تهندس لنا حاجات مزيانه وحلوه بتسقي حاجه ارتيزانه نجموا نعديوها ونحطوها في دارنا. اي اكزاكتومون. ايوه. نبداو قبل كل شيء نذكروا بالكونتاكت نتاعنا اللي هو الادريس ميل contact@inside.in والا عن طريق صفحه الفيسبوك اللي هي انسايد افيك ان اي او ماجيسكول. به هذو هو سبل التواصل معنا، نشوفوهم على الشاشه قاعدين يتعداو. شنو التيم اللي اخترناه نرجس اليوم؟ اليوم اخترنا التيم اللي هو كونسيبت تري توندونس توا. كيفاش اون انتيغ دون لي اسباس مودرن لا توش تراديسيونيل اترافير ان اوبجي والا ان موبيليي اللي هو يكون يا اما ارتيزانال والا تراديسيونيل ونوظفوه بطريقه انه نعملوا اون دوزيام فونكسيون. أيوة. مش الفونكسيون انيسيال اللي متعودين بها في الابسولو. دونك هذه مشوقه شويه. هي هذه باش يتقسم على دو فولي، معناتها الفولي الاولاني باش نشوفوا لي زوبجي اللي هما الريكوبيراسيون دي فيو زوبجي، والفولي الثاني اللي هو كيفاش لي زوبجي اللي نختاروهم والا الموبيلي اللي نختاروه نشريوه جديد ونعملوا له اون لانتيغ بطريقه اخرى بفونكسيون جديده. دونك احنا كالعاده باش نفسروا للمشاهدين نبداو بلي زيكزامبل نتاعنا. نبداو باول اكزامبل. شوفوا الصور. الصور فوالا اول اكزامبل كيما تشاهدوا عندنا هذايا ماكينه خياطه اللي هي توا احنا نحكيو في الفولي الاولاني اللي هو ريكوبيراسيون دي فيو زوبجي. نجم يكون معناتها يكون عندنا قطعه تعز علينا برشا نتاع ماماتنا نتاع عزيزنا اتسيتيرا، ما نحبوش نضيعوها. والا معناتها تعز نحكيو احنا معناتها حاجه تكون سنتيمونتال فالور سنتيمونتال، والا كيما تنجم تكون واحد مغروم بالانتيكا دونك يشري قطعه انتيكا ويحب يوظفها مي نوظفوها اوترومون. ماكينه خياطه نعرفوها للخياطه. أيوة. هنا نشوفوا ماكينة خياطة ولات الطاولة نستغلوها. أيوة. باش ناكلوا عليها معناتها تابل اون بتيت تابل سالا مونجي. اي تنجم تجي في كوان ان كوان روبا في كوجينا. أيوة. ولا ميم كيما في ليكزامبل على اليمين الصوره نشوفوا ميم حتى اليمون يتحط عليه فاسك دونك كوم سا، ولا يتحط بيان سور في سال دو ولا في سال دو بان كوم سا. ما خسرناش الارتيكل اللي هو قديم عندنا وعمل حاجه ملفت الانتباه استغليناه اوترومون فوالا. سينو نشوفوا ان دوزيام اكزامبل اترافير الصوره المواليه اللي هو البرسيان باغ اكزومبل في دار قديمه اللي هي كيما قلنا دار جدود باغ اكزومبل. نخليو كيلكو قطايع ما نسلموش فيهم اللي يذكرونا بصغرنا ولا حاجه ونستغلوهم كيما هنا برسيان نجمو نردوه في دي زيتاجير يولي اليمون نحطوا فيه ديكوراسيون معناتها كيما على اليمين الصوره ولا على يسار الصوره. معناتها موديفيكاسيون صغيره لكن عندها قيمتها. بتيت موديفيكاسيون عندها قيمتها وتعطيها بلوس دو فالور. وعلاش تعطيها بلوس دو فالور؟ على خاطر باغ اكزومبل القطعه تكون الفيي بالوقت كيما البرسيان باغ اكزومبل بالوقت كيفاش نخليوه اليتا اللي هو فيه باش يسوس باش يتهلك بشويه بشويه لين يندثر. دونك هذايا بيان سور يلزم يصيروا عليه شويه تحويرات بور كاردي ليتا اللي هو متواجد عليه في الوقت هذاك باغ اكزومبل فيرني يتعمل باش يقعد ليتا هذاك ما يزيدش تكبر القطعه معناتها اوترومون دي. أيوة. تقعد كاين معناتها نجيو لعمرها ونوقفوا العمر فوالا نتاع القطعه هذيك وتقعد القدميه هذيك عندها قيمتها والدوم ما نخسروهاش فوالا. سينو نتعداو ان تخوازيام اكزومبل اللي هو الباب
الباب نجمو على يمين الصوره نشوفوا باي زامبل لي زابليك اللي يتحطوا نورمالمون في الحيط ديريكتومون في الحيط نجمو نحطوهم على باب ويوليو ما عادش فيكسي او مور، يولي معناتها تكون قطعه صغيره اللي هي ابليك في الحيط تولي القطعه ابليك وباب، معناتها تولي ديجا نعطيوها بلوس دو فالور. وكمل زدنا لاتوش هذيك التراديسيونيل نتاعنا. وعلى يسار الصوره نشوفوا اللي نرجعوا الصوره لتصبح فوالا، على يسار الصوره نشوفوا اللي هذايا بونكيت اللي هو باب في فرتين، الفرتين هذوك ما عملنا بهم بونكيت. بون هذايا عندها ان ستيل بيان سور وان شارم معناتها سبيسيال، هذا مش باش نجيو معناتها في نامبورتو باش نحطوا قاعده باغي باي زومبل، نجموا في قاعده في فيراندا نعطيوها الجو العام نتاعها بور لا ميتر اون فالور معناتها اللي ديجا هذايا. باش يستغرب بالفورم نتاع البونكيت نجم تقول له انت ذيك من دار جدي راهو معناتها فوالا، نجموا باي زومبل اكزاكتومون نجموا معناتها نعملوا له ان كوان معناتها في سالون، ماهوش نجيو بين دو فوتوي ونحطوا هذاك معناتها باش ما نطيحولوش قيمته، اون بلوس ماهوش اوسي كونفورتابل كو لي فوتوي ولا لي كانابي الموجودين نتاع قاعده صغيره معناتها حاجه فوالا نتاع ان كوان ابار معناتها بور ميتر اون فالور. ديكوراسيون موجود وكاهو باش نستعمل اكزاكتومون جوست باش نحافظوا عليه. سينو نتعداو لانوتر اكزومبل زيد اللي هو البارافون اللي كانوا برشا يستعملوه. البارافون نجمو ردوه تيت دو لي كيما لي دوز اكزومبل هذوما، يكون تيت دو لي ينجم يكون غوتابي معناتها نجدوه يا اما بالوان بلو مودرن والا نخليوه اليتا اللي هو موجود عليه، وكيما قلنا نعملوا له معناتها ان تريتمون باش ما يزيدش يكبر في العمر ويقدم اكثر فوالا. ايوا سينو نجمو زاد نشوفوا ان اوتر اكزومبل اللي هو الكوفر اللي حكينا قبل عليهم كانوا ياسر يستعملوهم كنويته فوالا الغوبريك اللي عندنا كانوا ياسر يستعملوهم يخبوا فيهم. دونك كيما نشوفوا على يسار الصوره دونك نجمو نردو معناتها بيان سور افيك دي كيلكو تيت موديفيكاسيون. على يسار الصوره ولات عندنا بانكيت بيان سور تعملت فيها اون ستركتور باش تولي بلو روبوست بلو سوليد. فما البيتمون كيف كيف تزاد ولات عندنا بانكيت فيكس سمباتيك معناتها اسم الصندوق ماماتي هذاك فوالا اكزاكتومون. والا على يمين الصوره كاريمون استغليناه اون طونك تابل دو نوي في ليكزومبل اللي بحذا الفرش دونك تابل دو نوي اللي هي براتيك او كتخمل فيها اون طونك الفونكسيون انيسيال نتاع الكوفر ومن الفوق او كتولي تحطها معناتها كيما تابل دو نوي فوالا. سينو نتعداو لان اوتر اكزومبل اللي هي الفرش كيبدا عندنا بايزو فرش قديم السومي نتاع الفرش شكل لوح معناتها المول نقولوا احنا السومي نتاع الفرش يتقسم على دو بارتي يتحطوا فوق بعضهم كوم سا هذا سومي مقسوم محطوط فوق بعضه معناتها براتيكمون فرش كامل فيه تحويرات ولا عمل معناتها اون كري اون سيباراسيون في وسط ليسباس اترافيغ الموله هذيك وحطينا فيها تو سامبلومون اكليراج اللي هو معناتها يتحط اكليراج كوم سا يعطينا بلوس دومبل قسمه في باي زامبل في بيت شومبر دادوليسون يبدا عنده بارتي نتاع الفرش وبارتي نتاع البيرو دونك نعملوا بيناتهم اون بتيت سيباراسيون فوالا منه حلو حتى ليكليراج يبدا يتعدى اترافيغ لو فيد اللي كري بين اللوح معناتها فكره مزيانه اوريجينال. سينو نتعداو لان اوتر اكزومبل اللي هو نجمو ميم في سال دو بان باي زامبل اون انتيغر فما سو كون ابل البيلا ما نعرفش كلمه تيرم قديم نذكروا في دار ماماتي على يمين الصوره دونك هذيك اللي كانوا يغسلوا فيها الصابون على ما أيوة. دونك هذيك اللي على يمين دونك ولات هي عباره على فاسك كبير دوبل فاسك فوالا. سينو على يسار الصوره فما اكدي سيرت اللي وين يحطوا الماعون ويستعملوه ويولي هو اون ديغي مابل اليمون سال دو بان معناتها فيه tout ce qu'il faut معناتها pour un vasque pour la salle de bain في rangement من اللوطة etc. باهي برشا. فوالا. سينو نتعداو لاخر اكزومبل في الفولي هذايا اللي هي باي زومبل بسكليت قديمة. معناتها ما بسكليت ما سلمتش زادة. حتى بسكليت نتاع عزيزي باي زومبل. ايوا. ما سلمتش دونك نجمو نستغلوها ما نخسروهاش ما نفرطوش فيها. دونك تولي هي السوكل نتاع الفاسك نتاعنا والكوتي اللي هو نورمالمون فما
الباني هذاك اللي من قدام تاع البسكليت، دونك كيما تشوف ولا هو عباره على بورت سيرفييت بحذا الفاسك. هذه بالحق حلوه برشا ليدي. وبيان سور فما لي ديتاي كي فون لا ديفيرونس بور ميتر اون فالور كل ارتيكل، نشوفوا كيفاش معناتها نعطيوها امبيونس كامله، مو جوست نحطوا الارتيكل ونخليوها هكاك. معناتها انت البلاصه نحطوا فيها فوالا فما دي ديتاي اللي يعملوا معناتها الاختصاصي معناتها الاختيك دانتيريور ولا لو ديكوراتور بور ميتر اون فالور هاك القطعه هذيك. فوالا ايوا سينو نتعداو للدوزيام فولي. دوزيام فولي هو دونك نشريو قطعه جديده يكون ان اوبجي والا دي موبيلي ارتيزانو معناتها من الارتيزانا حاجات مصنوعين باليد، ندخلوا لا توش هذيك نتاعنا في الاسباس مودرن، مي كيما قلت لك اوبجي يكون جديد مي نبدلوا الفونكسيون نتاعو ديريكتومون معناتها نشريوها على اساس باش نعملوه في باش نستغلوه اوترومون. نبداو نشوفوا لي زيكزامبل باش نوضحوا اكثر للمشاهدين. دونك اول اكزامبل نشوفوا باغ اكزامبل في كويزين طنجره نجمو نردوها نستغلوها تولي كوم اون سسبونسيون لومينير معناتها فما تحويلات صغيره تكون باش بور كو سا سوا فونكسيونيل. على يسار الصوره الطنجره هذيك على الانتيريور اون دوري على الاكستيريور اون نوار مات. علاش معناتها سي با الياتوار لي كولور شوازي هذوما، دوري يل ريفليت اكثر الضوء يزيد معناتها تقوي لا لومينوزيتي في الاسباس، والنوار مات هذاك يعطينا الكونتراست اونتر مات وبريون، والنوار مات يعطينا لو كوتي بلوتو مودرن. دونك كوم سا معناتها نمزجوا بين العتيق وبين يظهر الداخلين كانه نحاس معناتها كانها طنجره حاسمه. اكزاكتومون ودايوغ في نفس ليكزومبل نشوفوا ميم حتى الكاسكيس استغليناه، الكاسكيس اللي نورمالمون نحطوا معناتها باش نحطوا فيه الماكله تستقطر والماء يهبط. سامحني كان ترجعوا للصوره اللي قبل فوالا على يمين الصوره، دونك الكاسكيس هذاك المقلوب دونك اون برانسيب الماء يهبط مكان القب هذوكم، دونك القب استغليناهم للكليراج ولا الكليراج يتعدى اترافير القب هذوك. فوالا اكزاكتومون حاجه حلوه برشا. بيان سور فما دي موديفيكاسيون يصيروا مش تشري دي حاجه تحطها ديريكتومون، يا اما فما حاجات يتحطوا بالبريكولاج والا كاريمون معناتها يلزم كونسيبسيون تصير ومعناتها اخصائي يعملها معناتها. على يبدا مغروم ما يبخلش معناتها ينجم يمشي ويسعى ويعملهم الحاجات. اكزاكتومون اكزاكتومون. سينو نتعداو ليكزامبل فوالا هذايا اللي هو لي باني. لي باني اللي دابيتود معناتها يتحطوا اللي هما زعف زعف فوالا، دونك نجموا نستغلوهم سيرتو كي نحكيو على سال دو صغيره مع عندناش فيها اسباس دو رونجمون كبير، دونك نجمو نستغلوهم نوليو نحطوهم كوم اليمون او اليمون دو معناتها اللي نخملو فيهم تو سكي سيرفييت في سال دو ولا في سال دو بان. نكونو دخلنا لا توش ارتيزانال في سال دو بان تاعنا بطريقه اسي اوريجينال ماهيش متداوله ومش متداوله عندهم منها. فوالا صحيح وسامبل هذايا واحد وحده ينجم يعملها معناتها ما يستحقش اخصائي. معناتها جست يعملهم هكا يفكسي بالبدايه يفكسيهم في الحيط وينجم يحطوا حاجه مزيانه. فوالا سينو نتعداو ليكزومبل واحد اخر نقعدوا باقي في سال دو بان. دونك ميم حتى معون نتاع كوجينا يكون اون كويفر مارتلي، ديجا قبل حكينا على الكويفر مارتلي. دونك اون كويفر مارتلي يولي هو المعون هذاك هو الفاسك نتاعنا. فوالا دونك نشوفوا هذايا اليمون معناتها ليسباس الكل مودرن، والفاسك ديجا كي تشوف معناتها القطعه هذيك جديده مش مانيش نحكيو على حاجه قديمه، مي وظفناها بطريقه في اسباس عصري معناتها بطريقه اخرى مش اللي متعودين بها. مانيش باش نحطوا فيها ماكله مانيش باش فوالا اكيد مش المستعمل نتاعها اللي مستانسين به. لا الصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها نشوفوا النجم امام الكليم والمرقوم نستغلوهم اوترومون. باغ اكزومبل ليكزومبل من الفوق نشوفوا اللي استعملناهم في باغ اكزومبل في التيت دو لي، تبدا فرش مش لازم يبدا عندنا فرش كامل بالتيت دو لي، يكفي نشريو السوميي وبيان سور الماتلا ونعملوا حاجه بيرسوناليزي اللي هو معناتها كيما قلت لك مرقوم ولا كليم يتعلق او نيفو دو لا تيت دو لي، والفرشين يكون زاد بطريقه تقليديه ليديه باش يولي الكل اون هارموني. فوالا والا في نفس ليكزومبل ميم حتى كيما شفنا لي كانابي زاد يتغلفوا باللاتوش معناتها تكون كانابي مودرن ولاتوش تراديسيونيل اترافير في بلاصه ما نعملوا تيسيو مودرن نعملوا مرقوم ولا كليم. فوالا واضح بي. سينو نشوفوا اخر اكزومبل اللي هما لي سسبونسيون يكون باني ناخذوه من الارتيزانا مخدوم حاجه مخدومه باليد مزيانه، دونك باني
نردوها نقلبوها ونعملوها سسبنسيون تولي ليكليراج ليكليراج يكون معناتها اسي اوريجينال. والحلولي في لي باني هذوما خاطر ماهيش اوباك معناتها القطعه ما تبداش مسكره كاريمون مش كيما نحكيو على بلاستيك دونك ليكليراج ديما يتعدى اترافير هاك لي فيد اللي يقعدوا في كي يبدا باغزومبل اكل الصعف هذيك ولا كل هذيك الحلات اللي يبداو على جنب اكزاكتومون اكزاكتومون دونك يتعدى كل ليكليراج يبدا ديفوزيون تكون حلوه نتاع ضوء ماهيش تكون حاجه ماهيش تكون عاديه كيما مستانسين بالضوء انه يكون بطريقه معناتها المستانسين بها اكزاكتومون هذوما هذوما لي تاعنا اليوم حاجه حلوه بالحق تاعنا اليوم كيما شفنا لي زيكزامبل فوالا ولي زيكزامبل معناتها متعدين فما حاجات اللي نجموا نستغلوهم نجم توا واحد حتى مشاهدينا اللي يتفرجوا نجموا يدوروا معناتها يقول هذه قطعه والله قطعه قديمه نجم نشوف لها فونكسيون واحده اخرى معناتها كل شيء نجم يكون بيرسوناليزي دي زيدي وفيغيا مزور معناتها جينا على بالنا تنجم تكون حاجه كيما نفذوها يعني جست كان نجمنا واحد نجم نتعداو للسبيسياليست ليسونسييل فما حاجات كيما شفت ماهمش غاليين معناتها ما يتكلفوش ما يعطيو حاجه يعطيو توش اوريجينال وحنا ديما لازم نتبع على التميز بالضبط اكزاكتومون باهي نرجس يعطيك الصحه ميرسي بيان على التعليم نستناو ديما منك جديد ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله قدرت ربي نواصلوا في ذوق 24 وصلنا للكناويتا بتبيع الشهر ديما ما يغيبش علينا في ذوق 24 بعد شويه مع ضيوفنا إذا نستقبلك العادة سي بشير اللقاني سي عبد بشير اللقاني أهلا وسهلا بك رفقة الضيف نتاعو سي محمد الحمدي جينا من القيروان من السبيخة أهلا وسهلا ومرحبا بك زادة مرحبا لك مرحبا سي بشير شنو أحوالك الحمد لله لاباس مرحبا بك ومرحبا بضيفك وضيفنا الكل بالطبيعة الله يخليك باهي سي بشير اليوم اختيارك كان من القيروان السبيخة بالذات أيوا فهمني شوف سي محمد الحمدي هو معروف في الجهة هذيك بالنكته والفكاهه في شعره. ايواش اللي هو محبذ برشا النوع هذا من الشعر. وبقله ياسر. ومعناه هو صديق وبعثونا زميلنا من اذاعه مسير سي رابح فجاني بعث له تحيه. تحيه ليها. فهمتني؟ وعنده ما يقول مصلي على النبي سمعت منه حاجات باهيه. باهي ان شاء الله اليوم باش نسمعوا قصائد واشعار مرحبا بك سي محمد عايش نورتنا عايش في البلاتو نتاعنا. ربي يعزك كنتم منورين بوجود الله يخليك باهي كشاعر حكينا بكري شويه وقلت لي انا مغروم بالشعر من رابع ابتدائي. من رابع ابتدائي. من رابع معناتها انت طفل صغير تغرمت بالشعر ونوعيه الشعر هذا. لا المره الاولى بديت بالشعر الجاهلي. ايوه بالشعر الجاهلي. وقت عديت الليسي بدلت بدلت التوجه بدلت الاتجاه بدلت الهوايه والشعر شعبي. باهي قلت لي عندك مشاركات عديده شاركت في عديد الملتقيات حائز على عديد الجوائز والحمد لله. ايوه كل المهرجانات في الجمهوريه شاركت فيها. باهي برشا باهي معناتها هذه حاجه تطمن انه الشعر نتاعنا على الاقل يتذكروه خاطر برشا شعراء يجي يقول لك ما عندناش مهرجانات ما نمشيوش ما عيطوناش ما سي محمد تبارك الله حاضر بامتياز. لا كل المهرجانات نحضر بها انا انطلاقتي مع المهرجانات بك عام 80 ايواش وعنده قدره في الحفظ ندى قدره في الحفظ ندى يحفظ برشا الشعراء غيره رغم انه يكتب ويقول الشعر يقول ديما نقول يقول الشعر ماهوش يكتب ايه لانه يخطب ديما نقول يقول احسن من اللي يكتب فهمني هو يقول الشعر ويحفظ غيره وهذا مزايا معناتها تحسب له معناها حاجه حلوه ياسر باهي عاد نسمعوا بعد شويه نبداو نسمعوا ان شاء الله في الاشعار نتاع سي محمد سي بشير حضورك معنا زاد انت مش بلاش راهو معناتها بالطبيعه لابد من مقابله شعري مقابله عندنا ضيف اللي هو غايب احنا ذكرنا احمد بن موسى البرغوثي علي الكيلو عبد الرحمن الكافي هذوما كل عاشوا اليوم مش نجيبك واحد مش بعيد على ياسر ما فيهاش نرجسيه في خاطر شاعر واخترته مش لانه تربطي به صله وقرابه لانه هو شاعر وحقه إن انه يكرم وهو ان الفتى من قال انا ذا ليس الفتى من قال كان ابي صحيح اليوم مش حاضرك على ما شكوش فيه محمد الشاعر محمد الصغير بالحاج محمد بن ابراهيم اللقاني ايوه شوف اللقاني نعملوا زوز استراحنا بالضبط ايوه من غير كيت لا لا من غير اللي هو الوالد نتاعي اي الله يرحمه وينعمه يعني تعيش ترحم هو كان شاعر وتولد عام 1912 ومات عام 1986 الله يرحمه وينعمه يرحمه لكن حياته مليانه شعر وتوخى طريقه البرغوثي فاش في مراسلاته الشعريه ايوه
فهمت؟ وياسر معناها جاء تونس في اوائل العشرينات تمركز في حلق الواد، وكانت له سيرات وجولات مع اديبنا الكبير ومؤرخنا الكبير محمد مرزوقي. ايواش كانوا يتقابلوا ديما، يجي الحلق الواد ويحكيوا وياه ويسمع منه الاشعار. وكان بالطبيعه كنت ديما بجنبه انا نتغرم بالشعر، وكذلك اخويا عفيف الله يرحمه العائله كامله. اي بقينا هو باش ما يبعدش على سي محمد، عنده كان نوع نتاع الفكاهه اللي يأرخ لك او يدون لك الحكايه بالشعر. مثلا عنده ولد عمه مشى لمطماطه، اي واحنا عندنا زيره في مطماطه، عندنا ولي. ايوه نحن تابعينه سياسي سوسيال، فهمتني؟ مشي باش يمثلهم كعرش، وولد عمه ذا معناها معلوماته وثقافته حد محدوده. ايه؟ عاد وديما ما يلبسش معناها، عاد نهار تعمل حاجه جديده عاد قال حكي له، قال الشيخ الهادي مشي لمطماطه قالوا فيها زرد، لكن حشمنا في سلطه لا نجم لا قد، لبس كلاصة فرده فرده وجبه ولحفه جلد. قالوا منه صلي بينا، ولدي الشيخ يصلي بينا، تقدم سي الهادي من حين على كلام محمد واحمد، خلى رب العالمين وقال له هو الله احد، خلى فاتحه وقلت معناها. ومن جمله زاد ما قال دخل في حديث نقولوا نحن المحل الشاهد، ايوه يقول مرة الدنيا مظلمة سودات دماس، ومرة قمرة زاهية تقابل تزيان، مرة الدنيا قايلة تصهد لسلاس، ومرة بتر تصب تحمل بالوديان، مرة بنادم حالته كسوة والباس، بيه الدنيا زاهية يبدأ طربان، ومرة بنادم حالته تبدأ ترخاص، إذا عكسوا الأيام والدهر خوان. الله كلمة حلوة معبرة بالحق. وزي ما تجعل قلت لك هذه نبذة من شعر الوالد من عفيف الزبير العبد لله، عائلة كاملة ولينا نقولوا في الشعر والحمد لله. كسبناكم احنا في تونس حتى الوالدة ولا تدعي بالشعر، ولا تدعي بالشعر، لا تدعي بالشعر. تحية للوالدة ربي يبقيها ان شاء الله. ربي ذكرت وانا مش خاطر والدي، خاطر لكن خاطره شاعر تونسي يستاهل انه الشعر البدوي وياسر رضاع الشعر من عند احمد بروثي. واضح باهي سي بشير. من بعد باش نرجعوا في الاخر نخدموا معاك. عندنا ضيف اخرين. عندنا ضيف اخرين باش نحكيو عليهم، ضيف ديستاغا. ديستاغا. باهي سي محمد. مرحبا. خلينا نبداو معاك مع اول قصيده. ما نحبوش الكلام اكثر من الشعر، خاطر برشا يلوموا علينا في الريبريك هذه، يقولوا ساعات طولوا في الكلام اكثر من الشعر، احنا نستناو الشعر. الاولاني هو حوار بين الشاعر والفرس. الفرس اللي عنده قيمه معناتها الفرس في الشعر العربي. اللي يبكي على ماضيه، بكى الفرس قال لي رجالي غبروا، راحوا مشوا انقبروا، واصبرت لين صبري شكا من صبر. بكى الفرس ليا شكابه وجاعه، انطق قال لي راحت مشت ايام، ايام كنت زميم للفزاعه، وكانوا العرب يتباركوا بقدامي، نشق الخنق نعقب خطلقه الطاعه، نرجع كحيله نسوقها قدامي، صف العدو ليا سبل الطاعه، ايام العرب كانوا مثيل الطامي، ولد العرب بكري صعيب فراعه، يوم الملاتم والبلامة ترامي، ودخان توق للسمام القاعة، ورصاص طاير مش عب الحامي، وسيوف تلمع ماضية قطاعة، ومحال لا ركبت كان الدامي، ركبني الرسول لتطلبوه شفاعة، وحيدر وحمزة شيدوهم قامي، ونشروه دين الله بان شعاعة، قعدوا مثير الحلم وقت منامي، أما اليوم طاح الصرح راح الداعة، سرجي بلا رخصة مشت أيامي، وتبعت وسط السوق للبياعة، وبعد الغلا والعز طاحوا سوامي، وبقيت كيف مركب قد شراعة، تكسرت لا واحد جبر عظامي، تكسرت عظمي بايد، وولد العرب ولا علي محايد، بالرغم ان عندي عظيم شهايد، فيما مضى به العرب يعتبروا، واليوم نبكي والدموع بدايد، جبرت عظمي ما نفعني جبروا، جبرت عظمي ما نفع جبار، نزلت دموعي من الحجاقة الطارة، نبكي عرب كانوا قبل الحرارة، عدوهم زقوه العلقمة مرارة، أيام كان النجع والدوار، وميعادهم يحكم كبير كبارة، وعلى الظهر راكبني ولد مختار، صنديد متمرس صعيب وقحارة، قديش عاشوا سياد وسط الدار، وقديش كانوا للعدو جزارة، لأمريكا دارت علينا حصار، ولا حكم فيتو نفذوها قرارة، أما اليوم هاي تبدلت الأشوار، ولا ثم وادل تم على الطيارة، عزي مشى ما عاد فيها خبار، أنا تبعت من حقي شرو سيارة، اليوم عوضتني رناف وجاكوار، فانتوم طارت في السماء طيارة، من همهم ماذا خلت ديار، وقداش منه
مئة مين صغارة بآلات ولا جالبة دمار في الحرب هك تشبح جميع ضرارة. انتوا اليوم بدلتوني كسبتوا الخرد من أجل هاباتوني، وفي النزل للسواح زينتوني عز الدواء وجراح قلبي كبروا. يا ليعتي يا قهرتي يا ظنوني جف القلم ما عاد وجد حبره. يا ليعتي كثرت علي الانكاد وبقيتنا مدهون عيني حية، لا عاد غورة ولا بقامل هاد، ولا عاد فارس نادر الغدرية، ولا عاد خل خليل تنشاد، ولا عاد من نعمل عليه همزية. فيما مضى ماذا قطعت هواد وحيرت نوم اللي يخدمه وطعية، واليوم هاي ناري بقت ترماد ونجمي هوا ما عاد نشبح ضية، وما عاد واجد في العرب بسناد. ثم قلت له كف الملام عليا، ولا تقول لي ذوي رجع أسواد، ولا تقول لي شمل العرب تفيا. ما زال فينا اللي ينبذوا القواد، وما زال فينا اللي يمحقوا الرجعية، وما زال في ولاد العرب قياد بحكمة رزينة وتقنية عصرية وقوة وعزة وأسلحة واعتاد رقى مجدنا فعلى على علية. العصر عصر حضارة وواجب علينا نواكبه طيارة، وما تلومش منه شراء سيارة، ولا تقول لي أفكار فكري دبرو. الفضلك علينا موش من نكارة، وما ذيك عايش يكتبنا خبره، ما ذيك عايش حي ديما معانا، وما زال فينا اللي يعشق التربان، وما زال عندك في العرب مكانة، وما زال في ولاد العرب فرسان. ولليوم أنت عشقنا وهوانا، نشروك ونغلو غلال ثمان، لكن فينا اللي ينكروا خوانا، عشقوا خرد حوالها تدوان، وميطورها تعب على دخانة، بنزينها وزيوتها تشيان، حتى النفس السابق غذانا، اليوم النفس مخلوط بالدخان، الأمراض كثروا وزاد عز دوانا، بدا جونا تحلو كمر بركان، لا عاد رابح من كسب حيوانا، ولا عاد زبدة لا لبن لا دهان. اليوم المعامل طوروا صنعانا ويحدوه بمتة، وزمانس وبدو ولا في المدينة ثانا، تخلت الفرز وما بقى فرزان، ويا ريت يرجع عهدكم وزمانا ونعيش عيشة عهد نزل زمان. يا ريت عهدي وافي وجو العرب يرجع مليح ودافي، بكتلة عربنا أنا نحل كتافي ونقهر عدونا نوصلوه لقبره. الشاعر الحمدي انضمت صوت خوافي، كل من تسمت شعرنا واعتبروا، تبكر فرس قال لي رجالي غبروا. مزيانة برشا ذي بكي على الماضي يظهر لي وعلى الموجود لبشاب بطريقة شعرية، وهو تعامل هنا مع الأغراض الشعرية بذكاء. أيه؟ هو دخل وفقني أنا محمد دخل بغرض يقولون احنا الكوت، وبعد مشيت لأغراض أخرى. الأثر موضوع جانا من السويسي، مهرجان الوطني السويسي، تحية لأهالي السويسي، أن الموضوع هو حوار بين الشعر والفرس. به خلينا نواصلوا في الشعر، الوقت اليوم يحصرنا شوية. نمشي وعنا قصيد ثاني باش نسمعوه. هي أعطيني كلا قديش عندك صغار أنت توا؟ 13 قبل بيهم. صلي على النبي. احكي لي عليهم. هي قصيدة فكاهية تعالج موضوع تحديد النسل. أيوة به نقول نحكي لك يلي تصغالي في العيلة عندي 13، ومرتي تقول لي قليل توالي هالآلة ما نركبهاش، 13 اليوم في العالة ونخويك دايخ في حالة، ومرتي إذا سمعت بالآلة ظل تنفخ كبوكشش تتنرفز وتقول لي ليلة الفكرة ما نقبلهاش. خبيت وما قدرت نخبي، عيت ولا قلبي معبي، قلت لها شنو اللي تحبي؟ قالت لي نتم 15 ذرية ذرية تربي وانت تقولي ما نزناش. قالت لي نكمل زوزي شيلوني كنولي عزوز، قلت لها كلمة جوز وحتى حليبك ما فماش. قالت لي وفر لي الجي جوز وتشبح مرتك كيفاش. قلت لها قولي يا مصيبة ليش هكا جري كذيبة، زمة في البرة طبيبة تشوفك وتدويك بليش، وشوفي فريق الشبيبة في الكورة تلعب بعديش. قالت لي بلاش طالبني ترى كانك راجل سيبني، انت من الناس تكسبني غير ربي وطالع كيفاش، على الآلة دي معذبني شبيك انت ما تركبهاش. والمدة عادتني جهار وطلعت غضبانة من الدار، قالت لي نحب السشوار مش نسبخ شعري بالماش، وبرمش شري لي بنوار وهالمال يردوها فريش، قولوا لي شنو المزال شكون فيكم كيف يا رجال، شعرها كأنه قسوال، الخلاص متاعها القرديش، أما الماكلة خلي ما تسال الخبزة ما تقعدهاش، الخبزة تشحطها في دورة وما تشبع تحلف متمورة، الكسكس ما يكملش الفورة، تسجي تقول لي حاضر باش، ولقمتها تقارب في الكورة تصرتها ما تبغيش، خليقتها كأني فرنة وعشان يشبع جزرنا، لا حلقنا تنوض الزرنا والتالي فينا مكريش، إذا قعدنا على القصعة ودرنا فيلم والفرجة ببليش، لا حلقنا أنا وهي وتلموا بقية الذرية، ندى ترك حكاية البوني تدخل ما فرقناش، هم خمسة في الإصلاحية والبقية حاضر باش، خمسة وتهنيت عليهم هوين الحبس يربيهم، والباقي ماشي نهديهم منه فيكم ما يضناش، ياخذهم ما عيني بيهم ان شاء الله يصنع منهم باش. هذه يضر بحبه كبيره للزوجه تجيب برشا صغار. صغار ماشي ناقصه هي الدنيا تو برشا صغار الحقيقه.
قلت لك الدنيا مش ناقصه برشا صغار تو تبارك الله المعيشه صعبت. الاشكاليه هي معاجره دي مثل اللي طلع العائله برشا اغلبهم ما يمش تحكم فيهم الوالدين. صحيح. هو ما قل ودل. اي. حتى ربي سبحانه وتعالى قال مقاليد الحكم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن شوف ربك سبق المال على البنون، البنون استثناء. إيه؟ إذا كان أنا ما عنديش ونجيب 20 نحطها، إيش مش يكون مصيري؟ مش نرجع منها. أكيد يلزمنا ديما نشوفوا متطلبات المعيشة باش نعيشوا عايش كريم. ما تنجمش تزرع 100 شجرة وأنت عندك باش تلقى 10 برك. صحيح. صحيح سي محمد. كلامك حكمة. هذا هو محمد حمدي. هذا هو سي محمد الحامدي، باش نختموا معك انت لانه الوقت بالحق يزربنا اليوم. هي قصه نحكيها بسرعه. اي هي قصه الصيد القد جاء على شكل قرد كتفه. ايوه. فاق الصيد قال القرد يضحك عليهم كتف، فمتعدي حشاك بهم، قال له يا بهم حشاك اجا فكني واعطيك شطار الغابه. قالوا به فكوا، قالوا اعطيني شطار الغابه. قالوا لا باش اعطيك الغابه كامله. قالوا علاش؟ قالوا البلاد اللي فيها القرد يربط والبهم يحل اسمح منها. عاد عملت القصيدة بسرعة يا طويلة، إذا كنا وقتها كل مرة نقرأ منها شوية ناخذ منها مقطعي. أيوة. قول مد الليل على الغابة ظلامة، والمغرب بالشمس رحل، والكل لم دقدامة، ملك النوم عليه نزل، ثم اللي راقد بالصيامة عاطي كارو الجوع وذل، وثم بحلاله وحرامة شابع والعينين سبل، وثم اللي قاعد يترامى يلوج باش الريق يبل، يبربش في زبله وقمامه يلقاش حاجه فيها حل، وثم اللي مش شايف قدامه منه ملك الموت جفل. وهو الصيد سلطان الغابه بعد الشبعه قال يزيني، قال نشوف الدنيا ضبابه نرقد خلي نرتع عيني، اتكى ونظف انيابه وقال غدوه ربي يحييني، لا نعرف جوع ولا عذابه ديما عندي اللي مكفيني، السلطان لي احبابه منهم الخيرات تجيني حتى ولو انهم كذابه الخوف منهم يكفيني. هذا المقطع الاولاني. المقطع الاول. ومازلت السلسله متواصله، كل مره نكتشفوا حلقه وكل مره نكتشفوا فيها مضمون ان شاء الله. بالطبيعه ان شاء الله سلسله. سلسله به. برعايه ندام انا. برعايه دوخ 24، دوخ 24 اسمي انا بعيد كل البعد. سي بشير يعطيك الصحه، شكرا ليك على الحضور معنا ديما مأثرنا الكناويته بالطبيعه باحلى الشعراء اللي يحضروا معنا وباحلى الكلمات، ان شاء الله ديما يكون التراث نتاعنا موجود بامتياز. اذا شكرا لكم، نواصلوا ببعضنا بعد شويه باش نمشيوا لعالم الازياء وعالم الجمال. تحضر بحثنا المبتكره في عالم الازياء والصناعات التقليديه السيده سوار البيجي. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام سوار. مرحبا ندى، شنو احوالك؟ يعيشك الحمد لله. كما تعودنا بيك تبارك الله ناشطه ليزيفينمون في جرة بعضهم، ديما تحاول تخدم، ديما تحاول تبتكر في عالم الصناعات التقليديه. حاضره بحثنا اليوم خاطر مؤخرا كانوا دو زيفينمون كبار، كنت انت اثثت ليزيفينمون هذوما، هيت نقدموهم ونحكيو عليهم. قبل كل شيء ندى نشكرك ديما اللي تتابع اخبارنا واخبار الصناعه التقليديه. ما نجمش ما نتابعكمش، وانا كل جمعه نجي نهز اللبسه نتاع دوق 24 معناتها ممول رسمي في البرنامج قصر الحراك. من غير مزيه احنا هكا ولا هكا، هذايا وجه بلادنا وديما نحبوا يظهر في احسن وجه. يعيشك يا لالا. لي دو ايفينمون الاخرانيين اللي صاروا في تونس هما مهمين ياسر. الأولاني هو نساء صاحبات الأعمال التوانسة سي ان اف سي او اللي تابعين اتحاد التونسي للصناعة والتجارة مانتا لوتيكا. أيوة. استقبلنا نساء من العالم الكل. الكوميتي مونديال صارت السنة في تونس رغم الأزمات اللي صاروا، رغم اللي صار في سوسة، ورغم اللي معناتها اللي صار الكل. الرئيسة نتاعنا معناتها توصلت هي بمجهوداتها الحق باش تجيبهم كمان، معناتها حاولنا بكل جهدنا باش يجيو نستقبلوهم في تونس. استقبلناهم وصار ليفينمون هذا على احسن وجه وهزوا صوره باهيه على تونس. هزوا صوره هايله على تونس. كان السهره الاولى كانت عملتها معناتها انا الكل. عملنا عرض ازياء شوريناهم وكان تطوع. كان تطوع صح. كما قلت لك ديما معناتها هذاك لبلادنا نعملوا فيه هذا كله لبلادنا. عملت عرض ازياء اللي فيه التقليدي، فيه ورينا معناتها اللبسه نتاع الجهات الكل.
من كل جهة. هذيك ديما موجود باش نفهموا معناتها العالم اللي كل احنا بيدنا عنا التراث، كل جهة عندها خصوصية، كل جهة عندها خصوصية. وديما في الدوزيام بارتي نتاع السهرية والديفيلي نوريو معناتها زادة اللي احنا متفتحين على العالم وعنا ابتكارات. واللبسة العصرية اللي ديما هي فيها اون توش تراديسيونيل اللي هي ديما تقعد من تراثنا وهويتنا. ايوه هذا اكزامبل البنات جاوب حلينا، مرحبا بكم البنات. ازيام زينه اليوم معناتها حبيت نوري اللي فما برشا معناتها ما نجموش نقعدوا كان في القفطان ولا في الجبه وكل، فما مثلا الفستان نتاع السهره. أيوة. اللي هو الكل مثلا نتاعو معناتها لمسه تقليديه، كله تراث، كله من التقليدي، عدس وكونتيل وكل تريزه معناتها عربي تونسيه 100%. ايوه القفطان الاخر من التريزه نتاع الجبه هو قفطان، هذاك معناتها قفطان لكن نشوفوه عصري معناتها عصري بالغوب كورت بال بالليفونت كورت والفوق طويل بالليفونت، معناتها فما عندنا اللمسه التقليديه على الحاجه العصريه. ليفينمون الثاني اللي صار مؤخرا في الحمامات هي تكنولوجي كرياتيفيتي. ايوه معناتها اللي هي مع وزاره، هذه تحكي اللي صار الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات نهار الاربعاء اللي فاتت. وزاره التكنولوجيا والاتصالات زاد استقبلت 800 رجل اعمال من كامل انحاء العالم، واحنا محتاجين برشا المبادرات هذه معناتها باش يعرفوا اللي تونس راهو زاد مش كيما يشاع عنها، معناتها قاعدين يحكيوا للارهاب وشيء كبير في تونس، حاجه صغيره تصير تولي قنبله معناتها. اي ولو انه فما معناها اللي معناتها الحاجات اللي صاروا معناها خايبين ولا الارهاب، ديما احنا نحاولوا باش نوريو صوره باهيه على بلادنا ونوريو معناتها. وتعدى هذايا اربع ايام اسبوع كامل بريسك في الحمامات، معناتها تعدى ايفينمون هايل. كنا بداو نشوفوا الصور ما يسالش فضلوا. وليله الاربعاء معناتها صارت سهريه زاد على شرف معناتها الوزير الكوت ديفوار، كان حاضرين معناتها الوزراء نتاعنا، وكانت سهره تونسيه. أيوة. 100% زاده فيها اللي به اللي فيها به هو حاول لبس هذا لبس الجهات مدام سوا لبس الجهات هذا نشوفوا من الاحرام نشوفوا حتىش اللبسه التقليديه للساحليه الحمامات الطريون التونسي. أيوة. وهنا ندخلوا في العصري والابتكار في الابتكارات، هي معناتها لو تيم هو تكنولوجي كرياتيفيتي. اي مع التكنولوجيا مع ليسلامور مع اللي يوريو فيه معناتها هما في بالتكنولوجيا الحديثة، كانت فما معناها الديفيلي دو مود اللي هو 100% تونسي ومعناتها اللمسة التقليدية والعصرية في آن واحد. هذه آخر كوليكسيون عندك معناتها اللي هذه الكوليكسيون الأخرانية اللي قدمتها خصيصا في لي دو ديفيلي هذوما. أيوة. وكما تعرف أنا نقول معناتها نقدم كوليكسيون وما عادش نزيد حتى شيء، وديما لازم نزيدوا حاجة آخر وقت فما كدودة معناتها ديما هي آخرنا لازمنا معناتها كيما احنا المعدين ساعات واحد يقول والله ما عادش نعمل حتى برنامج يزيني أنا تلقى روحك شهر اثنين تلقى روحك ماشية في فكرة وتحاول تذكر وتجيب حاجه جديده. هو ديما يقول لك في الازمات وفي معناتها العبد كي يبدا مقلق وهو يبدع اكثر. وهذايا في الكام معناتها انا واحده من الناس يظهر لي هذا هو، رغم المشاكل معناتها الموجوده ورغم اللي معناتها نعرفوا اللي عندك اشكاليه كبيره مؤخرا في قصر الحرافي. قصر الحرافي معناتها قاعد يتعرض مهدد وقاعد يتعرض لبرشا معناتها ضغوطات، الا اني معناتها مانيش باش نهبط ايديا ومانيش باش نسلم. أيوة. رغم كل شيء راه القصر الحرفي هذاك معناتها هو مورد رزق العديد معناتها مورد رزق عديد الحرفيين اللي نوجه لهم تحيه كبيره ديما هما معناتها بلاش بيهم راني سلمت بالحق، خاطر عائلات ورايا انا معناتها مسؤوليه كبيره. هذه الحاجه الاولانيه. وقصر الحرفي هو من اهم معناتها واجهه من اهم الواجهات في الجمهوريه التونسيه، معناها كان غدوه معناتها يتسكر قصر الحرفي معناتها نحب نعرف معناتها كان فما شكون باش يعوض مسالش مش مشكل معناتها علاش اذا كان فما عبد قاعد يخدم على روحه وقاعد معناتها قاعد يهز في الميدان هذا، وحنا نعرفوا حتى التعاون نتاعك معنا اعلاميا والله مش رمي ورود معناتها مدام سوار، فماش حد يتوجه لها
إلا وإنها تحاول تمد يد المساعدة وتعاونوا وبقلب كبير وقلب مفتوح زادة معناتها. أنا ديما بابي مفتوح وديما مرسيد في تونس. أي فما تجاوزات كبيرة حاجة تحزن يعطيك الصحة. تجاوزات هذايا ماهوش معناتها القانون ينصفك وفي الاخر معناتها يولي بانديتيزم ومعناتها حاجه بالقوه تولي مش هذايا نحاولوا نتصديوا له احنا على كل حال بالقانون وبالمثابره وشادين صحيح. وهذه حاجه اخرى بخلاف الحرفيين اللي معايا معناتها ليكيب نتاعي ليكيب اللي تخدم معايا من لي كوميرسيو معناتها ومن الخياطات من الكل معناتها اللي معايا في قصر الحرفي نوجه لهم تحيه كبيره 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 على خاطر هما اللي حتى كي انا نحس روحي تعبت يقولوا لي لا ما تسلمش يعطيوك انرجي وهذه تخضري ديكي انت تحب انت تمشي من هنا برا امشي ارتاح احنا مش حنسكروا بابنا وماناش ماشيين نخلصوا ما نخلصوش نجموا نوصلوا ما نوصلوا احنا مانيش متحركين الحمد لله مادام فما موجودين انرجي بوزيتيف والحمد لله يا ربي صحيح العبد يتعب نهار مي من غدوه يقوم ويعاود ويشد روحه بقدره ربي مادام الصحه لاباس عبد ما يسلمش ومادام ومادام يخدم وراه في عائلات وعنده عباد معناتها في مسؤوليته في مسؤوليته ما ينجمش يهبط ايديه اكيد نشوفوا زي اخر ينضم لنا زي اخر اي هذه الجبه زاده في الاخراج زاده اي جبه جبه محليها مزيره برشا هذه تونسيه معناتها بستيل تونسي اي هذاك التريزه هذه التل اللي معروفه في الحمامات ونابل تريزه التل حاولنا نحطوها زادة ونردوها جبة نعملوا فيها حاجة توا لي جون هي تحسها بين الغاب والجبة معناتها يعطيك الصحة ما يحبوش جبة محلولة هكا هابطة أيوا كل شيء لازم سوغ لو جور يعطيك الصحة وكا حاولنا باش نعملوا ان ستيل ان بو مودرن مع لي زاكسيسوار زادة فيهم اللمسة التقليدية الريحانة الخمسة اي الخمسة والريحانة ديما موجودين هذوكم هذاك سامبول عندنا في تونس ماذا بيا ديما يكون موجود الخمسه والريحانه موجودين معنا ديما. باهي هذايا تنجم هذوما تو اللي نشوفوهم فساتين سهره نجم نقولوا للسهره معناتها. اي هذوما للسهره هذوما نتاع ليل خاطر فاتريزه بالدوغي وكل نتاع ليل فما حاجات اخرين بلو سامبل. اللي بلاش حاجه بوزي معناتها حاجه بس بالمراكل نتاع الشيا دي زونسامبل ولا دي بتيت روب افيك دي فيست عندي كيف كيف سني لي مونتو الكبابت زاد كيف كيف لو كان نرجعوا شويه للديفيلي لو تسمحوا خلينا نزيد نشوفوا اكثر من الازياء اللي عرضتها مدام سوار الباجي في اخر ايفينمون في الحمامات هاو نرجعوا هاو نشوفوهم هذه الخرجه الاخرانيه كمان هذه الخرجه الاخرى وعلم تونس ديما انت تفتكر فيه خاصه كي يكونوا موجودين اجانب معانا يلزمنا معناتها ديما نذكروا اللي تونس موجوده اللي تونس موجوده وعلمها يرفرف معناها ان شاء الله نشوفوا حضورك انت ديما عالي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين دونك مدام سوار تويكا قاعده تخدم مع الكوليكسيون تاع الشتاء توا قاعدين نخدموا مع الكوليكسيون تاع الشتاء كيما ريت الفلور فما الكشمير فما القفطان اللي لبسته انا اليوم اي فما القفطان حلو ويسر نديه ويتيك على الاخر يعيشك يخليك معناتها فما نخدموا قاعدين على الانواع القماشات الكل أيوة. وبالترايز الكل معناتها فما موجود لكل الاذواق ولكل الاعمار وان شاء الله ديما توا التونسي والتونسيه ترجع لبستنا وترجع باش هذاك اللي يحرك الاقتصاد هذا نتاعنا ميزا با انه معناتها فما كرياسيون فما الاقتصاد نتاعنا يلزمنا نحاولوا باش نحركوا خاطر كوميم وصلنا العجله واقفه شويه اي العجله واقفه برشا وديما نقولوا راهو الاختزانات نجم تكون عنصر هام في دفع الاقتصاد هي عنصر ديما نرجعوا نقولوا شوفوا المغرب معناتها احنا ديما نلوكوا فيها ونعاودوا فيها ما بالحق يعني شوف اكزامبل قدامنا بلد عربي ان شاء الله ان شاء الله تتعدى هالفتره هذه وان شاء الله نوليو نزاحموا حتى احنا المغرب والهند ومعناتها عنا باش عنا تراث انت تويكا عندك برشا تبركله في الميدان هذا ومحتكه برشا بالحرفيين وبكل من يشد كما نقولوا احنا زمام الحكم ومقاليد الحكم في الدومين هذا شنو هو الحلقه اللي تنقصنا هما برشا حلقات توا أيوة. ناقصه مش حلقه واحده
هو الحقيقة ناقص القطاع هذايا ناقص برشا نظام. أي؟ هو قطاع مهمش. طب شو نقولها ونتحمس وليت كلامي، هو قطاع مهمش ولليوم مازالوا ما تلهوش به. مازلنا معناتها معناتها الحرفيين موجودين، الابتكارات موجودة، الأفكار موجودة. أي. لكن رغم هذا ديما نلقاوه مازال بدائي، معناتها بدائي جدا. ما انت الحرفي موجود، اما الحرفي وحده شنو باش ينجم يعمل؟ ما ينجم يعمل شيء. شنو باش ينجم يعمل؟ هو باش يخدم بيديه، اما ينجمش يخرج يسوق. صحيح. ما ينجمش يظهر روحه هو، معناتها ما تنجمش انت مثلا كاعلاميه ولا كتلفزه تخرجوا للجهات، تخرجوا للجهات، اما ماهوش كل يوم باش تمشيوا لهم تلوجوا عليهم. ما نجموش احنا ناخذوا اكزامبل ولا زوز، ما نجموش نحيطوا كل شيء. هو لازم توا تشجيع القطاع الخاص اللي كيما لو بالي دلارتيزان ان شاء الله، معناتها يكثر بالعكس نشجعوهم مش خليهم يندثروا، باش هما يشغلوا الحرفيين اللي موجودين في كامل تراب الجمهوريه، واللي هما بداوا هما بيدهم يتعبوا وبداوا يفقدوا الامل. صحيح. بداوا هما يفقدوا الامل، واحنا كيف كيف راهو معناتها كان هما فقدوا الامل راهو هي شين كامله الناس تخدم مع بعضها. يعطيك الصحه. أيوة. نوليو باش نوليو اللي هذا يقول نرجعوا نخدموا خدمه ماكينه ولا ما عملنا حتى ما عملنا شيء. والحرفيين الصناعه التقليديه يعطيك الصحه، هي فما هذايا يلزم بالعكس القدم والكبار هما يفورميو الصغار، باش بالعكس هذوما ينجحوا باش نتوارثوها وما تضيعش، نتوارثوها والبطاله تنقص. يا اخي اللي ما ينجحش مثلا في دراسه ولا ياخذ، هي معناتها ينجموش حتى ما ينجحش، معناتها الفورماسيون بروفيسيونيل كانت قبل يختاروها راه مش خاطر ما نجحتش تمشي تعمل. انت فما في الدندان معناتها قاعدين يقراوا فيها كفاك، معناتها كجامعه يختاروا هما الحرف وبرشا جامعه. اي لاغي ميتيي هذيك، غدوه كلهم يخرجوا من لاغي ميتيي يمشيوا ساعات يخدموا في لي سونتر دابيل، على خاطر ما فماش شكون باش يشغلهم وشكون باش، معناتها هذايا يلزم توا تشجيع القطاع الخاص والشركات اللي هما في المغرب. علاش بالحق معناتها قدموا، راهو شركات اللي كيما معناتها قصر الحرفي اللي هما يشغلوا برشا حرفيين، اللي نجموا يشغلوا حرفيين وخريجي جامعات ومعناتها يلموا هذوم الكل، هما اللي يلزمهم يتكاثروا. صحيح. ما يلزمش يقعد بالي دلارتيزان وحده ولا يمشي هو زاد، يلزم يكونوا برشا برشا من نفس المثال، برشا نماذج من هذايا، وكل واحد يخدم مجموعه من اللي يشجعوا، هما اللي باش يخدموا الحرفيين هذوما، وهما اللي باش يخليوهم يتشجعوا. خاطر الحرفي وقت اللي يبيع منتوجه، وقت اللي تقبل يلقى واجهه يحط فيها السلعه نتاعو وتتباع ويلقى مورد اللي هو باش يواصل به، يتشجع ويزيد ينتج اكثر، يتشجع وينتج اكثر ويعلم. صحيح. واللي بعده والصغير معناتها يتشجع كيفه، كي يلقى انت يحس انه هو قطاع فاشل، معناتها يعطيك الصحة. حتى حد ما يختار الفشل. احنا توا هو قطاع معناتها بكل الم وبكل اسف نقولها، توا بالنسبه لي توا هو قطاع فاشل معناتها بالحق. أيوة. يلزمنا معناها حاجه اللي تجي اند كليك يصير في الفيدراسيون في الوزاره ونتلهيو به القطاع هذايا، كان ما يحبوش يموت. ما كانش هذا ما نحبوش احنا نوصلوا له ان شاء الله مدام سوار، ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه، ان شاء الله يكون فما تحركات للقطاع، قطاع الصناعات التقليديه. مدام سوار يعطيك الصحه على الحضور نتاعك الانيق اللي عودتنا به، بنات يعطيكم الصحه على الحضور بهالازياء المزيانه هذيا. نواصلوا في ذوق 24 وكالعاده الاغنى ديما والفن التراثي ما غيبش علينا بعد شوي. إذا كما قلت لكم الفن ديما يكون حاضر معنا في ذوق 24، ومؤخرا ولينا نمشيو للعنصر النسائي، خاطر نعرفوا مش كان الرجال كهاو يغنيو الفن التراثي، أيضا العنصر النسائي عندنا برشا فنانات عندهم صوت مزيان وقاعدين يغنيو في التراث بامتياز. تحضر بحذانا الشابة ابتسام، أهلا وسهلا ومرحبا بك. يعيشك أختنا دي، يعيشك. نورتنا في البلاتو، عايشك أنا معنا حتى مزيان. بوجودك وبوجود الناس الحاضرين معنا الكل. يعيشك، نرحبوا بك، نرحبوا بالفرقة. عايش حاضر معاك. احنا استضفناك على الصوت العزيز، معناتها تبارك الله عندك صوت قوي ومزيان وينور المراه التونسيه هكا. عايشك منوره بوجودك، عايشك ربي فضلك، نمتعوك يا لاله، نمتعوك. يعيشك يا لاله، تمتعنا وتمتع المشاهدين، هذيك اهم حاجه انهم يستنوا في 24. وصدقني معناتها من لي روبغيك ناجحين عنا هما الروبغيك نتاع الغناء والفن التراثي. بالحق التونسي مازال يعمل كيف على الحاجه التراثيه. بالطبيعه التراث ما يموتش.
التراث الشعبي نتاعنا التونسي ما يموتش، كسوا معناها راجل والا امراه ما يموتش التراث نتاعنا الشعبي. ايوه. وبالمناسبه هذه اخت نداء لو تسمح لي انا اليوم الصباح كلمت الشاعر خصيصا عملنا ملاليا صحراوي التونسي نتاعنا بالطبيعه. ايوه. المقام التونسي نتاعنا للشهيد المرحوم مبروك السلطاني، الله يرحمه ويرحم على شهداء الثوره الكل، وبالاخص معناها مبروك السلطاني لانه الموتى اللي مات بها مست التونسيين الكل والعالم الكل. مست التونسيين الكل والعالم الكل بالحق، ويتسمى ولد تونس وولد الناس الكل. الله يرحمه وينعمه والله يسامح الناس اللي كانوا سبب في الحاجات معناتها اللي قاعده تصير من نوع هذايا. انا سامحوني وسامحني زاد اختنا دي باش نقراهم ال اي احنا قلنا قبل بساعه من اللي جيت. يعني تصور انت في الكهرباء نمشي ويمل علي الشعر وانا قاعده نكتب. مش مشكل، المهم في المضمون. تفضل يا لطيف. اعطينا صحراوي قصابه.
شكرا، يعطيك الصحة. كلمات بالحق مؤثرة، ذكرنا بالجريمة النكراء والشنعاء هذية. لكن الحاجة الباهية في الشعب التونسي انها ما تشوف كان زيدوا اصرار، وما تشوف كان دفاع على الوطن واستبسال، والناس كل ولات مستعدة تطلع للجبل مع عاش السنة والارهابيين يهبطونا. الشعب التونسي اليوم هو ناوي يطلع معناتها. ان شاء الله ربي ينصر. ان شاء الله يا ربي. تحية بالزيادة للشاعر ابو فراس السحباني. تحية ليه على الكلمات المؤثرة هذية، وديما نواصلوا نغني وديما نواصلوا فرحانين حتى وسط هذا الكل. ان شاء الله ديما تكون المعنويات نتاعنا يا ربي في العلالي كما نقولوا احنا. باهي نرجعوا نحكيوا عليك، نحكيوا على الشابة ابتسام اللي احترفت التراث التونسي هذا. امانه بالطبيعه بين يدين الناس اللي نجموا يغنيوا التراث، خاطر مش اي حد ينجم يغني التراث. نوصلوها باتقان ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. قد ايه في رصيدك من البوم توا؟ 3 ألبومات. ايوه. والالبوم الرابع ان شاء الله في صدد التجهيز، معناها نحضروا فيه ان شاء الله. باش نسمعوا منه حاجه اليوم؟ ان شاء الله. تحب تسمع حاشين نسمعوك اللي تحب تسمعوا اليوم. عندنا برشا سكوب. احنا نلفظوا. يعيشك. انا والفرقه بالطبيعه اللي معايا. الله يخليك. احنا وانتم بالطبيعه لاسعاد الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا. هات نبداو شنو نجموا نسمعوا من الاول، ومن بعد نرجعوا نحكيوا ونسمعوا حاجه ثانيه. الاغنيه هذه بري بري وحبيبك تايب ويصلي تراث زاده. ايوه. تراث القصريني. ايوه. هذا بناها على الايقاع نتاعنا الفزاني بدوي. ايوه. وعملنا الملاليه العروبي نتاعنا بالطبيعه. باش نعملوا ملاليه عروبي ونسمعوك منها ان شاء الله تعجبك وتعجب الساده المشاهدين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نغني ومال. يلا قسم معايا. Yeah.
يعطيك الصحة، محليه جونا التراثي التونسي ومحليه جوك بالحق ومحليه البساج مزيان برشا الحقيقة. نفرحوا كل ما جينا حاجة هكا معناتها مزيانة نقولوا راه تراثنا بخير، معناتها فما أيدي أمينة قاعدة تخدم في التراث نتاعنا التونسي. بالطبيعة القصبة والذكرى والملالية والفن الشعبي بصفة عامة ما يموتش يا راه. أنت شوف حتى نساء مثلا يحب مثلا يبدوا يعاولوا يبدو ليلي ويغني كل شيء بجو التراث يحزوا ويجنيوا في الزيتون في الفدان تغيب نانسي وهيفا والناس كل تنساو وقتها نانسي وهيفا ماهمش معانا وقتها تونسي 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 حر وتونسي شعبي تونسي عربي معناها عربي اصيل بالطبيعه صحيح. لو كان تحكي لي معناتها عندك مشاركات في مهرجانات خرجت خارج تونس خارج تونس مازلنا ان شاء الله اذا كان تجي فرصه علاش لا فماش حتى مشاركات في الجزائر خاطر نحسوا اللي طابع قريب شويه من الجزائر معناتها هذا مستساغ جدا في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. اذا كان فما برنامج ان شاء الله ما تقوليش انت بخليه ماكش قاعده تسعى خاطر الصوت موجود برك لا الماتيغ موجوده معناتها ما فهمتش شنو اللي فما بروجرام لكن ما نجمش نحرق المراحل أيوة ان شاء الله كل شيء بتسهيل خافوا من العين العين حق علينا اختي نادرة هيك هاو باهي 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 كل شيء يكون بالستر باهي بالستر ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. مهرجانات تعرف وقتاش تتعطى معناها ماهوش توا ايواش نبدو نخدموا على الدوسي نتاعنا على بكري ان شاء الله ربي يسهل نقولوا احنا ان شاء الله ان شاء الله كل فنان في المستوى كل فنان قاعد يخدم في الفن التراثي بامانه ما فماش علاش ما يكونش حاضر في المهرجانات التونسيه وخاصه التونسي يعني اولويه للتونسي ان شاء الله ومن بعد الاسماء اللي من برا مرحبا بهم ان شاء الله. هما البرنامج هذا حلو برشا ومزيان برشا ويتفرجي فيه معناها المندوبيات الكل معناها معناها مديري المهرجانات الكل واذا كان عيطوا لي علاش ما نمشيش اي ان شاء الله ان شاء الله حتى البرج الخضراء معناها ما يقلقنيش ان شاء الله دوك 24 لا لا في بلادي معناها عادي ما يقلقنيش نمشي ان شاء الله. ينادي لي اي مدير مهرجان ينادي لي الشاب ابتسام راني نجي راهي تجي على راسي وعلى عيني راهي ما تقولش لا في بالك ما نقولش لا على الخدمه ما نقولش لا باهي يا لالا انت هكا بديت استعداد ان شاء الله يكونوا هما في الاستجابه. حضرت لنا باساج ثاني لكن باش نفرقوا بحاجه بكري حكينا شويه على التراث الكافي وقلت لك راني انا اسئله الكيف نتشرفوا قلت لك باش نعطيك هديه اي بتبيع باش نعطيك أيوة. هديه باش ما تخلي على هديتي انا راه وناس الكيف الكل عرفت من السرس ملي نخرجوا من السرس حتى كش الدهماني سقيت سيدي يوسف الكل الكل حتى اللي البلايص اللي نسيتهم معناها ما استحضرهمش يتطوروا تحيه لهم الكل وتحيه لسيرينا والشمال الغربي الكل هذيك الكل بتبيع تونس. هي الاغنيه هذيا تراث الكيف الكيف الاصيل هذبها زيد الزميل والفنان نحترمه برشا ونقدره برشا اللي هو عبد الرحمن الشيخاوي ايوا تحيه لعبد الرحمن كان حاضر معنا قبل وغنيتها انا بالصوت أيوة. يعني من غير قصبة ومن غير إيقاع أيوة هذا الفنان اللي عنده ثقة في روحه يغني كان بالصوت ومن غير إيقاع باش نهداها ليك وناس الكيف الكل يا عيشك وتونس الكل تونس الكل تونس الكل تونس الكل تفضل الناقوس تكلمة يا الكاليس وين ناقوس تكلمة يا الكاليس وين ناقوس تكلمة ناشح يا ليل حباب نسلمة يا الكاليس وين يا سيدي البية وسرح لي مولات اللية وقول لها ناداها وتجية وكي نخلات نبهات نسلمة يا الكاليس وين يومها شو مليحة وثلج وبرد ولها وريحة ننخاف عليك تزلها قطيحة يعودي ما عليك أنا هاي الخممة يا الكاليس يا ذاك هو يا ولاد رجال حديث الدوة يا ونايا نجيك والله ما انتهوى وكي نخلات نبهات نسلمة يا الكاليس خواتي لاثنينة يا سيتوني يا قلها للدينة يا ولو جوتوني لو ما هظلومينا يا وناقف كاهل حناها الشمصممة يا الكالي سوى ناقوز تكلمة يا الكالي سوى ناقوز تكلمة يا الكالي سوى ناقوز تكلمة ناشح يا الله سمعين نسلمة يا الكالي سوا يا للي
يعطيك الصحة، هدية مزيانة برشا أكيد، راه برشا استمتعوا بها وعجبتهم. وحبينا نحكيوا على التراث شوية، كي نقولوا التراث يعني نستحفظوا على المقامات اللي مستنسين نغنيوا فيهم التراثي، هذا هو معناتها إنسان يغني تراثي، خاطر الكلمات تصور تتجدد، ما نقعدوش نغنيوا نفس الكلمات. حتى اللحن يتهذب، برشا اللحن يتهذب، أيوا أغنية من التراث ويهذبوها، معناها يهذبوها ملحنين. لكن فما أغنية حتى كي تسمعوا مهذب راهو تبقى فيه الروح نتاعو الطبع الاصيله، أيوة الطبع الاولى اي هذيك تقعد، وهذا يلزمنا نستحفظوا عليه، خاطر نشوفوا حد ساعات يجي يهذب التراث يا اخي خرجوا على السكه معناتها، أي فعلاً فعلاً. تولي ما عادش تفيق به اللي هو كيف هي الاصل مثلاً في الغنيه في الطبع هذاك. كل ولايه عندها تراثها، ايواش كيما انا مثلا نسلينا عندنا غنية هزي حرامك مثلا، اي هزي حرامك، اي وكخامريك، اي من القصرين عندهم غنيهم، القروين عندهم غنيهم، يعني التراث لو نحكي لك الكيف عندهم غنيهم، كل ولايه عندها معناها التراث نتاعها، فهمت؟ ايواش لكن كي نخدموا التراث ماذا بينا نستحفظوا عليه، معناتها نعرفوا كيفاش نخدموا، مش نقولوا نهربوه يا اخي، ان شاء الله نداء البرشا فنانين معناها في الساحه، كي ناخذوا غنية من التراث نحاولوا نخلوها كيما هي كيما هي، لو الروح نتاعها تتنحى بالحق، الروح نتاعها كيما الفنان، تلقى فنان عنده روح، فهمت؟ حتى غنية تبدا كلماتها خفيفه يعطيك روح، كي غني هي اللي يمسك، صحيح. مثلا نقول غنية في الرسم مثلا، خاطر مقام القصبة ديما الرسم في الصبا مثلا، أي. مقام حزين هذا، أيوة. الصبا كي غني هي لك مثلا يعطيك مليلية ولا حاجه يمسك، فما فنانين مثلا ما يمسكش، تحسها شيحه معناتها، كانوا يتكلم الروح في كلام عادي، فهمت؟ راهو قضاو على الروح معناتها، الروح نتاع الطابع اللحن نتاعها الاول هو اللي لازم يقعد، اللي لازم يقعد. شو اخترت لنا اخر حاجه باش نسمعوها معاك اليوم؟ يا فارس الاحلام، هي زايده من الالبوم هذايا الرابع، ان شاء الله تعجبكم يا ربي، ان شاء الله يا ربي. هذا من الالبوم الجديد، كلمات زايده ابو فراس صحباني، وعندنا اغنيه اخرى زايده من كلمات عبد الرحمن الرمضاني. الاغنيه نتاع الشعر هذا يا عبد الرحمن الرمضاني مقيم بايطاليا، اصيل ولايه القروان زايده، ايوه هو اللي عمل لي الاغنيه الاولى اللي نجحت بها، بون ما كانش ما تعديتش في الاعلام لعده برشا اسباب، مولا الهامر خاطر تعرف وقتها في العهد العظيم الهامر الامر غير مسموح انها تتجبد معناتها، نسيت الروح نتاعهم، هو مش الروح، مانيش الروح، فهمت؟ هي مولا الهامر ان شاء الله، سوق يا مولا الهامر، ما تخمم في فلوس معبي وجيب عامر، هذه زاد اغنيه معناها الالبوم اللي قبل هذايا، كلمات والحان معناها عبد الرحمن الرمضاني. اما توا باش نخدموا الاغنيه نتاع يا فارس الاحلام، شبيك بتيت عليا انا قلبي مضام والدنيا لعبت بيا يا فارس الحلال. الله كلمة زاد ابو فراس الصحباني اللي عطاني المليلي هذه الصباح، يعني وانا جايه انا قلت لك تحيه لي على الاجتهاد نتاعو، تفضلوا الاولاد. يا فارس الحلال اش بيك بديت عليا ناي قلبي مضام الدنيا لعبت بيا، يا فارس الحلال اش بيك بديت عليا ناي قلبي
يعطيك صحة ابتسام، بالحق منتوج محترم جدا جدا، وفرحانة برشا اللي تحضرت معايا بالباساج هذايا. حتى إن شاء الله يا رب تكون أنت برشا اللي موجودة معكم، والله شرف لي كبير برشا اللي موجودة معك أنت، أحلى منشطة زادة موجودة في السباس هذايا. إن شاء الله إن شاء الله تكون عجبتك وعجبت السادة المستمعين زادة. بالحق أنا ما نجملش، كي قلت لك منتوج محترم، بالحق منتوج محترم جدا. عما قريب الألبوم تاعك جديد صدر ولا باش يصدر؟ لا باش يصدر إن شاء الله، باش يصدر عما قريب إن شاء الله يكون موجود في الأسواق. مولود جديد 2016 إن شاء الله يا رب. ابتسام ديما مرحبا بك، هذا فضاء كل الناس اللي تحب تجي تخدم التراث تخدم الموروث التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بهم دون قيد أو دون شرط. يعيشك اختنا، شكرا لك، تحية لكم الأولاد، يعطيكم الصحة على الحضور. تحية لك أنت وتحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل، وتحية للقناة معناها اللي البرنامج هذايا بالحق اللي يمس في التراث ويحيي في التراث الشعبي نتاعنا. ونحب نقول لهم راهو الفن الشعبي ما يموتش في تونس جملة، الحمد لله برشا انماط دخلوا لتونس، لكن النمط نتاع الفن الشعبي ما يموتش ومش باش يموت وماهوش باش يموت، ديما حي ان شاء الله وديما متواصل معنا في دوق 24. شكرا ليك، يعطيك الصحه شاب ابتسام. اذا نواصلوا في اللمه نتاعنا، نواصلوا في القاعده نتاعنا التونسيه، ديما نقولوا راه كل شيء يحضر معنا في دوق 24 هو تونسي اصيل 100%. بعد شويه مع ليلى البيا. العادة في ليلة البيا تحضر معنا أمينة النفاتي، لكل مرة تجيب كوليكسيون جديدة للمرأة التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بك أمينة. عايشك نادية، مرحبا بك ومرحبا بك سيدة المشاهدين. الحمد لله ديما المرأة تستنى منك حاجة باهية. نعطي فيك في 15 يوم كاملين راهو ما تبش تحضر اللي يقول لك. لا بس بقدرة ربي ديما يلقاو حاجة اللي تفرحهم بإذن الله. إن شاء الله الحمد لله إنه الأصداء إيجابية، وبرشا يبعثوا لي على الفيسبوك يحبوا على الرقم بتاعك، يقولوا لي نحبوا عنا بيبي عنا نيسونس عنا كذا، يحبوا نفرحوا. دونك فينا نجموا نتصلوا بأمينة وعلى غرار الحرفيين اللي يجوا معايا الكل. حقيقة قاعدة الأمور ماشية الحمد لله. الحمد لله كيما قلت لك المرة اللي فاتت نادي زادة مرحبا بهم في اقتراحات، ولكن يحبوا ساعات تبدا تلوج على أدغيس ولا تلوج على حاجة وين باش تلقاها، نجموا نعاونوها راهو حتى احنا مش نعملوا فيها الحاجة هذيك. تنجموا نعاونوها، فماش باج فيسبوك ولا حاجة فما تلقاونا على الباج فيسبوك نتاعنا دوسة دغاجي. والا على الباج زاده نتاع دوق 24 احنا نوصلوا المساج. يعطيك الصحه، لي دو باج هذوما يخدموا ما شاء الله، معناتها نجاوبوا اللي يحب ادغيس، اللي عنده اقتراح، اللي يحب حاجه كيفاش تتعمل، اللي يحب استوس واحل فيها مرحبا بيه. مساج قلوبنا كبيره احنا. مرحبا بيه، ما فما حتى مشكل. باهي لالا، اش حضرتنا للمرأة اليوم؟ اخترنا تيم نتاع الكوجينه. تعرف نادي اللي المرأة التونسية كمان تعدي برشا وقت في الكوجينه نتاعها، فطور صباح، فطور قايله اللي هي باولادها براجلها، جيت مناسبة جيت ضيف، دونك حاولنا ندليلوها نعملها كوجينة مزيانة، وما حتى كي تتعب وكل حتى تشوف حتى كي تطول فيها ما تقلقش، ما تقلقش تبدا ديكوراسيون مزيانة. يعطيك صحة، تشوف أجواء طيبة، تشوف ألوان مزيانة، دونك توس كيما لازم كوجينتها. وهي الكوجينة بالنسبة للمرأة صيني حتى للمرأة، معناتها اللي يدخل المرأة يعرفوها من كوجينتها، يقول لك من كوجينتها مقدودة وباهية راهو مرأة أمورها واضحة، أمورها واضحة، كاين الكوجينة كيكة وبرا، دونك صغفلات المرأة هي شنو في دارها. يعطيك الصحة. أيوا احنا ما نخليوكمش، لا لا بس نعطيوكم دي زيدي بس ديما الكوجينة تبدا مزيانة. هنايا جبت توسكي لي زاكسيسوار اللي تستحقهم المراه في الكوجينه نادي. هنايا جبت لك دو تيب نتاع كوجينات باش نشوفوا الفرق. هي الكوجينه بريسك لي تيسو عصريه زعما ديما لي تيسو موديرن. انا عملت كرياسيون للكوجينه والذوق 24 راهي. والذوق 24 تعملت ديما على سكوبيت احنا. تعملت للليبيسيون للبرنامج. دخلنا القميص الحايك اللي تشوف فيه توا نادي طوندونس في كل شيء، في اللبسه جبناه قبل في قفه الحمام، خدمنا به الكوفخي نتاع الحنه نتاع المطهر. دونك التيسو ما شاء الله جابت زاده، جبت حرفيه عملته فروشيت، عاملينه ديكوفغولي، عاملينه ريدويت. انا عملته كوجينه. عملته كوجينه الحايك. الحايك عملناه كوجينه. وين وصلته امينه الحايك اليوم؟ عملناه كوجينه خاطر برشا نادي عندهم معناتها اللي بنجالو، عندهم الدجار اللي مثلا في سينيا، عندهم برشا ناس عندنا تجيك تقول لك عندي كوجينتي داري معناتها موديرن، اما عندي دار اخرى باغ اكزومبل في سينيا ولا عندي بنجالو. جاتني ليدي كونه هو ارتيزانا ويمشي مع تيم نتاع الدار هذيك اللي هي اللي موجوده في البلاصه هذيك. يعطيك الصحه، تولي
شويه ولا بعيده شويه على العاصمه؟ تعطي منظر مزيان برشا وحاجه حلوه برشا. باهي برشا خاطر ديما نعيشوا في العصر ما فيها باس كي نمشي ساعات نحسوا احنا عايشين في حاجه تونسيه. هوني اللي وقت تولي انت يلزمك الماتيغ بخوميغ ارتيزانا نتاعنا نتاع تونس والفكره عصريه معناتها باش نواكبوا هكا ديما نادي نقولوا ما تموتش الصنعه نتاعنا، ما يموتش قماشنا، ما يموتش ونخدموا القطاع فرد وقت. يعطيك الصحة. زاد نتصور انا خاطر قلت لك هي مازالت كي تعاملت الجيدة نتصور باش تعجب برشا مواطنينا اللي يعيشوا لبرا. صحيح. دونك يجيو ديما نخموا فيهم ونخموا في الكادوات اللي نجموا يهزوهم. حتى كي هي باش تهزها تحطها في كوجينتها لبرا باش يدخلوا لها معناتها اجانب لدارها كيل كو سوا البلاد اللي هي تعيش فيها باش تعرف انديريكتومون بالقماش راهو قماشنا هذيك راهو هذيا معناتها قماشنا نتاع تونس راهو الحايك نتاعنا انديريكتومون نعملوا شويه بوبليسيتي معناتها شويه بوبليسيتي للقماشات الحاجات التونسيه العربي نتاعنا. ايا لالا نبداو بالاكسسوار نتاعنا. دونك نبداو باول حاجه اللي هي مهمه تابليي ديما المراه ملي تقوم الصباح وهي لابسه تلبس هاي لابسه طابليه القليه دونك قماش مزيان هكا بابيون فيمينين شويه تخلي المراه تبدا شيخه معناتها في كوجينتها والكل. أيوة. ديما نلقاو نفس القماشات الكل تلقى فيهم الكيس هذايا اللي هي معناتها برانسيبال معناتها تكون اليغونت. نعرفوا الراجل يخاف معناتها من المراه لما تكونش اليغونت وريحتها تصل وكا الحكايات هذوكم. هذه مراه في كوجينتها وطيب ومرها واضحه مزيانه دونك ومراه مزيانه. هذايا شنو نحبوا. بعد نلقاو ندي الجون والمانيك اللي ديما يكونوا موجودين معناتها باش نهزوا حاجه سخونه يلزمهم يكونوا موجودين في لي اكسسوار نتاع الكوجينه. تلقى فيهم هنا منين باش تعلق تلقى شي عندها هي ساعات تزين وهكا حاجات حتى يعطيو منظر للكوجينه معناتها سينو تحطهم في القجر نتاع المنادل. أيوة. يكونوا براتيك كيفهم هما عندنا انزاسه صغيرونه لانزاسه اي هذايا انا عملتها باش ما تقعدش لوج على البريكيه ويني هذيك البريكيه للبريكيه للوقيده للبورتابل ساعات نبداو في الكوجينه نطيبو نبداو لوج نبداو خايفين دونك تقعد تلوج فمش على البورتابل وين باغ اكزومبل هذه دوبل فاس نداء تلقى هكا وتلقى هكا كيما انت تحب تزينها معناتها. أيوة. تزين هكا ولا هكا لانزاسه اللي تعودنا نلقاوها ربما في لي اكسسوار نتاع الحنه وغيرها يعطيك الصحه الفورم هو بيدو اما هكا باش نستعملوها في الكوجينه قلت لك ديما تلقانا البريكيه مطيشه الوقيده دونك حاجه مزيانه وما هكا ديما في مخك راهي باش تلقاها غاديكا ما تقعدش تولي عاده يعطيك صحة ما تقعدش تلوج. أيوة. هنايا أنا خممت اللي ديما ناديك نبداو نغسلوا المعونة نبداو نلوجوا فاش باش نشفوا دينا. باش نشفوا دينا ساعات ننتجقوا للمنديلة ونهلكوها. يعطيك صحة. هذه سيرفيت صغيرونة تلقاها ديما معلقة بحذا لافابو دونك كملت معونك وكملت دنيتك تمسح يديك براتيك على الآخر تلقاها قريبت لك ما تقعدش تلوج معناتها. خاصة بالمرأة. يعطيك صحة المرأة في كوجينتها يعطيك صحة وديما لافابل ديما نقول نستعملوا قماش باهي راهو اللي باش يديهم الكوجينة كوميم نادي راهو حاجة تتوسخ برشا ونغسل برشا يعطيك صحة صحيح. نلقاو زاد قفة الخبز اللي باش نحطوا فيها الخبز هذه بالشكارة هذه بتوال دو جوت يعطيك صحة بدلت شوية خاطر جينيرالمون تلقاها بنفس التيسيو القفة نتاع الخبز لا بتوال دو جوت يتنفس معناتها حتى كي باش تحط فيه خبز ولا حاجه يقعد لك سخون وما ساعات كي تسكر على الخبز وهو سخون تحسه يهرق يولي تري صحيح؟ لا هنا يا الخبزه تقعد لابس عليها وان بلوس القماش يتنفس معناتها وما يضرش معناتها حاجه باهيه اون فيت هو مغلف من داخل اما باقي يخرج يلقى تلقى منين تتنفس معناتها فوالا هذيك البيوت نتاعنا كونه ما تسكرش عليه في حاجه سخونه. ايه بون تلقى زاد لي سيرفييت المنادل نتاع الناب اللي هما يلزم يكونوا يعطيك صحة يكونوا فما ناب وسي سيرفييت في كل كوجينة سا ديبون ساعات يجيو كوجينات صغار راهو معناتها تقول لك طاولتي صغيرونة زاد فما لي تاي صغار القياسات الكل يعطيك صحة وين نلقاو لي ناب نتاع الميكروووند والفور باش نغطيوهم اللي موجودين في كل كوجينة طبيعي يعطيك صحة داو الميكروووند والفور ما عادش ديما نلقاوهم معناتها هكا تقعد ديما نظيفه ناديت نحي هذيك تغسل خير ملي تمسخلها الميكروووند والفور نتاعها. صحيح. زاده كيف ما عملنا لهم لنا عملنا لهم اليد أيوة. نتاع الميكروووند والا الفور اي بالسكراتش معناتها براتيك على الاخر سا ديبون ديمونسيون نتاع اليد معناتها باش تسكر عليها. تنحي هذي تغسلها ديما تقعد اليد نتاعك ديما تقعد لابس عليها. سورتو هنا نبداو نطيبوا في الكوجينه هاو يد مبلوله حتى
واحد بروتكسيون على الكورونا راهو حتى صحيح معناتها هذه تكون في حمايه يعطيك صحه واحد ساعات يديه مبلوله ما غير ما يشعر ما يمس ولا حاجه نجم تجي على قدر ساعه نتاع كهرباء يعطيك صحه نلقاو هنايا القفه نتاع الثوم ايواش وكيف هنلقاو الثوم اللي ديما المراه التونسيه تعول به يعطيك صح مهما تكون موديرن الثوم ما فماش ميكرو تونسي لابد ما نجموش نستغنيو عليه في التاتي ايوه لازم تكون عنده بلايصتو دونك نعملوا وحده للثوم وحده للران تلقى ديما جينيرالمون دو بيس في سيري دو كويزين واضح باهي هذوما لي غاليت نتاع الكريسي اي دونك اذا كان عندنا كوان روبا موجودين الكريسي يعطيك صحه كو سوا كوان روبا ولا طاوله والكريسي نتاعنا اللي ديما جينيرالمون نلقاوهم في الكوجينه هذوما لي غاليت نتاعهم لي ديمونسيون سا ديبون كل وحده كوجينتها كي العاده ندى اي دونك هذا تاي ستاندار اما اللي عنده ديمونسيون اكبر ولا اقل زاد راهو نجمو نعملو راهو موجود يعطيك الصحه ايوا هذوما لي غيدو دونك هذوما لي غيدو اللي يكونوا موجودين جينيرالمون صغار ديما ريدو الكوجينه تلقى فيه دو بيس كيف من هكايا بون حاولنا باش ما يكون شارجي برشا بالقماش ندى هاكا جوست موسلين ابيض وان بتي رابيل بالقماش من الفوق باش تبدا الكوجينه مزيانه وخاطر كي مش تعملوا كله بالقماش هكاك باش يولي انكومبري وما تجيش مزيانه معناها. اي حاجه حلوه هكا مزيانه. هذه جدا كيف. ولي كولور بتبيع المراه شنو تشتري تحط في كوجينتها يعني الكولور هذا اكزومبل. والديمونسيون عليها على قياسها هي وعلى كيف ما تحب. هذا اكزومبل هو راهو توا راس العام قريب هكا دونك فيه فلور دو نيج ونويل دونك جاو راس العام. هذا اللي يحب يهدي لمرته معناتها شبي ما فيها بس المراه كي تهدي لها حاجه لدارها تحسها كانك هديتها لها هي باش تلبسها ولا غيره معناتها دارها ولا هي كيف كيف دونك انا عملت اكسبري تيم هذايا نتاع نويل خاطر دونك قريب عنا راس العام وهنا اللي تو وريتهم لي زاكسيسوار اللي كنا نوريو فيهم الكل هذا اللي قلت لك عملناه بالحايك بالحايك كي نرجعوا للعربي العربي يعطيك صحة هذا قماشنا كلها حايك اما هذه ما تهونش الحقيقه واحد يحطها تحفه معناتها زين بها لا استعمل وغسل تهنى معناتها ترجع كيف ما كانت القماش باهي مريقل معناتها ما يقلقش في الغسلان والموسم تاعو باهي دونك تستعمل شيخ في كوجينتك واعمل بون كيف وبعد اغسل على امينه هذه لا تهنى غارونتي غارونتي امينه دونك ريت لي زاكسيسوار اللي كنا نوريو فيهم الكل ندى خدمناهم زاد كلهم موجودين في الحايك هذايا المانيك كيما اللي وريته لك قبيله هذايا لانزاسه نتاع البريكيه موجوده أيه؟ نفس لي زاكسيسوار اما تبدل القماش هذايا قلت لك الكرياسيون اللي جديده اللي انا حاولت ندخل قماش عربي في ايدي سوري معناتها خاطر لي سيري دو كويزين ان بو موديرن هما مي هاكا القماش نتاعنا القماش العربي الحايك وديما ما تموتش الصناعه التونسيه القماش التونسي كله والكويزين توا كلهم ايكيبين هذا هاك تشوف ما عادش حاسره كي كانت تفكر دوكينا و اي دوكينا تخيط لها الريدو تعملوا بلياستيك تشدوا منها تعرف هذيك توا الكويزين كان تلقاها عامله بانكيف على دارها بانيه دارها جديده عامله كوجينه جديده موديرن اونكاستري تبدا يعطيك صحه انت توفر لها دي زاكسيسوار زاده مزيانين باش تنجم هي تشيخ على كوجينتها غادي نلقاو فوق الطاوله نمشيو للسيري هذا اللي محطوط قدامنا هذيك تلقى فيه توسكي بانيل الخبز بانيل الغله فما ندي هذايا نتاع لي سويتو تعرف اللي لي سويتو توا ولا حاجه اوبليغاتوار اوبليغاتوار في الكويزين سورتو للصغيرات وكل دونك براتيك تجبد فاسيلمون تحط واحدة من اللوطة واحدة من الفوق باش ما تقعدش تفركس إذا كانوا فايت لك السويتو الفوقانية هكا توا يوريو فيها نشوفو هاي ولي تخوا بو هذوكم نادي نخلي شوا لي كليون شنو يحب يحط شنو يحب يحط سوا تحط المغارف نتاعك نتاع اللوح اللي باش تخلط بيهم ومعناتها باش تستعملهم سوا تحط سكيكنك سوا فما كليون زادة خذيتهم وحطيتهم زرعت فيهم تنقبوا من اللوطه يولي محبس معناتها زرعت فيهم تزرع فيهم حاجات فما برشا يحبوا لي بلانت في الكوجينه يعطيو منظر ياسر مزيان دونك عملتهم ديبو دونك هذوك انا نحضرهم مع سيغي دو كويزين ويقعد شوا للكليون هو شنو اللي يحب يحط فيهم معناتها واضح فما اللي تبدا عندها مغارفها زاد لوح ولا حاجه راهو كي تجيبهم لنا رانا نخدموهم لها بنفس التيم نتاع الكوجينه نفس التيم معناتها كيما هكا روجي نوا روجي بلون تعملوه ونفس الزينه وكل شيء خاطر هذاك الكل ترافاي مانويل راهو هذاك الكل الحرفيين الكل اي هو لوح وهذيك تكنيك تتعمل ندي عباره مدهون وهو راهو تكنيك بالبابي سيرفييت تتعمل عباره كانك رسمتها وهي ليره سي دو بابي سيرفييت محطوط على اللوح يولي هكا يعطيك الصحه دونك حاجات ماجيك هذوما احنا ما نعرفوهمش الحقيقه خاطر الكليون يشوف كان
يشوفها فيني كان فيني ما يحب هذا لو كان ان شاء الله نهار في ذوق 24 نخرجوا نمشيوا للورشات ونشوفوا معناتها يوميات الحرفي معناتها كيفاش يخدم. انا بيرسونيل مرحبا بكم، ابوابي مفتوحه في كل وقت، ما فما حتى مشكل. وانا نقول ندى اللي الكوجينه معناتها حاجه باهي للمراه، دونك تعدي فيها برشا وقت هاكا فرحنا بها، عطيناها دي اكسسوار مزيانين. اون بلوس توا في الـ في الـ في العاده ندى معناتها كاين عروسه باش تستحقها، دونك باش تحضر لعرسها باش تستحقها. صحيح. امراه حتى معرسه وفي دارها وجاتها مناسبه نجاح طهور حاجه. احنا ديما نجدوا راهو تحب نجدوا. تعرف نحبوا نجدوا برشا. سيدي رمضان كيما تعرف ندى اكثر حاجه نتلهوا بها هي الكوجينه. دونك تحب المراه جينيرالمون تبدل لي اكسسوار نتاع كوجينتها، تحضر معونها نتاع رمضان. دونك علاش نحن اليوم اختارين لهم التيم تاع الكوجينه باش في كل مناسبه يلقاونا موجودين معاهم. حاضرين فما شوا مزيان، تنجموا تتوجهوا وتشوفوا الحاجات المزيانه هذيا. امينه يعطيك الصحه على يعيشك عزيزتي، ما فما حلوه جبتها لنا اليوم. الجمعه الجايه ليه؟ الجمعه اللي بعدها ان شاء الله تبدا حاضره معنا ان شاء الله بكل ان شاء الله باذن الله. في لاله البيا يعيشك ندى. يعيشك يا لاله، ميرسي. نمشيو لاخر فقره معنا اليوم او اخر استضافه باش نحكيو على زوز شابات هما حرفيات من الطراز الرفيع وعندهم تجربه ناجحه وناجحه جدا نكتشفوها في ذوق 24 اليوم. منال بن موسى تحضر بحذانا، اهلا وسهلا ومرحبا بك منال. عافيه منال، مرحبا. شو احوالك؟ الحمد لله. اذا تجي معاك نقولوا احنا الشريكه نتاعك اللي هي فرد وقت بنت خالتك هكا ولا؟ اماني غربي، اهلا بك اماني. مرحبا، يعيشك. شنو احوالك؟ الحمد لله تمام. الثنائي هذوما راهو خليني نقولها قداش تعبت باش يجيو معايا في البرنامج، كل مره من اللي بدا ذوق 24 واحنا نقولوا سي الجمعه هذه امورنا واضحه، من بعد برك الله هما ناشطين برشا، تظهر عندهم ايفينمون، تجيهم حاجه جديده، دونك نقعد انا نستنى والحمد لله اليوم تحصلنا عليهم باش نوريو ابداعاتهم وابتكاراتهم. على كل الحمد لله انه ديما الاعذار كانت عندها اسباب باهيه انه ديما فما حركه وفما اكتيفيتي. باهي خلينا نتعرف عليكم الساعه، خلينا نبدا معاك منال بما اني قدمتك انت لولا. خلينا نتعرف عليك، منين هالصنعه هذه، منين تعلمتها الفكره؟ سنتر اللي بعثتوه، سنتر خوانيس اللي هو سنتر كبير في بن عروس. عرفنا على روحك شويه. بون، منال بن موسى، صحيح انا حرفيه وعندي شهاده عليا معناتها في التراث. ايواش. دونك حاجه نحبها ومغرومه بها وقعدت نواصل فيها، معناتها حاجه تغرست فيا ما حبيتش. يعني ما وقفتش حد الدراسه لكن حبيت تجسدها، حبيت نمارسها. اي حبيت نمارسها، اي جوستومون حبيت حاجه نمارسها، دونك قعدت كل مره نطور في روحي بشويه بشويه. باهي برشا. باهي خليني نشوف اماني زاده. اماني منين دخلتوا هالميدان هذايا؟ انا لولا زاده صاحبت شي ايطاليا، نحب الاختزانة على الاخر، ملينا صغيره مغرومه بالحاجات العربي. أي؟ اي حاجه عربي نحبها. انت بوزاخ؟ بوزاخ. اي وهذا يساعد في الميدان هذا على قد تبدا عندك لي شوا في لي كولور، تعرف كيفاش تعمل ديزاين. كي كملت انا ومنال قعدنا مع بعضنا، نحبوا اي حاجه جديده نعملوها مع بعضنا. اي هذا هو يعني هذا كيفاش بدينا من اللول مع بعضنا. اي كنت عندكم خبره قبل ما تحلوا المشروع نتاعكم؟ عملنا بيان سور، خدمنا قبل مع شكون وعملنا كرياسيون وخدمنا، عملنا دي كلوب وحدنا للصغار، بجينا مع صغار من الاول. ومن بعد عملنا دي كلوب، اطرنا عبيد فهمت في الاختزانة توا سافا. باهي هذا يا سنتر يظهر لي قاعدين نشوفوا فيه تويكا سنتر ونسا، هذا سنتر اللي انتم حليتوه عملتوه منال. اي هذا السنتر نتاعنا. ايوه. وهنا معناتها زاد كيفاش احنا معناتها السنتر انا في سيد البيلي معناتها الافتتاح معناتها بيسك نحنا السنتر نتاعنا هو الوحيد اللي يغطي ولايه بن عروس كامله. اي. ويشمل العديد معناتها الحاجات للنساء والرجال معناتها وحاجات مختلفه على الاقل. اي معناتها فيه نلقاو الحولي، نلقاو القفه العربي وهي مودرن، نلقاو اللبسه. هذه مشينا يظهر لي الاخر ايفينمون عملتوه اللي هو ايفينمون كبير. اي نحن ما نجمناش نجيبوا لك كل شيء، اما قعدنا ننوعوا لك معناتها. جبنا لك اخر ايفينمون عملناهم معناتها، كانت مشاركه نواميني في مسابقه ميس جلوب انترناسيونال مع اون اجونس معناتها معروفه على الاخر. شاركت نواميني بالكرياسيون تاع لي بيجو بوغ لي مانكان، والتاج اللي ربحت به الميس كان معناتها مبتكر من ونيسا، هو معناتها سبيسيالمون بالكريستال واللؤلؤ ومعناتها مصنوع بالفضه، هذاك معناتها سبيسيالمون كرياسيون سيمي بريسيوز. اي
والحاجه الاخرى الجديده اللي هي عنا الفنانه التونسيه بشرى السعيدي سدا بيانتو بروشينمون الكليب نتاعها معناتها باش يخرج وتصور فيه الناس زاد كيف كيف. ايوا شو الناس على خاطر السنتر هذا غني برشا تبارك الله معناتها موجود فيه ديكور مزيان برشا هذاك علاش نجموا حتى نصوروا فيه الكليبات والحاجات الحلوه وفي ميم طون تظهر حاجه الارتيزانه التونسيه معناتها دوزونا هو دوزونا ايوا هو بيسكو يغطي معناتها الجهه كامله معناتها احنا كما قلت ما تقفش معناتها خدمتنا على الكرياسيون ولا على البيع كهو نحن نتعاملوا معناتها نغطيو ولايه نتاعنا في معناتها نخدموا مع جمعيات ولا مع لي ديليغاسيون المعتمديه معناتها نمارسوا فيه معناتها نمشيو معناتها نتحاولوا معناتها نمشيو معناتها نزوروا برشا اماكن كما قلت لك كمان نقطروا نعملوا ديزيفينمون مستوحات من التراث نتاعنا التونسي هذا هو معناتها شنو اللي النشاطات نتاعنا نقوموا بها. باهي انت تحكي لي على تاثير حاجه مزيانه خليني نرجع معاك اماني، اماني قلت لي ناثروا الصغيرات وهذه حاجه باهيه، احنا ديما نسالوا على الصنعه التقليديه نقولوا تمشيش تغيب تندثر الشاب التونسي ولا الطفل التونسي ما يعرفهاش اذا كان ما نورثوهالوش، لكن نشوفوكم انتم شباب وتمروا في الصنعه هذه على بكري تبارك الله. ديما عندنا كنش عيد هو عيد اللباس التقليدي، ما احنا نحبوا على العام على طوله، نحبوا في الروضات الكل يعملوا ورشات حرفيه. الصغار احنا مستعدين يعني متطوعين باش نقريوهم الصغار هذوما نعلموهم صنعتنا كي باش نعملوا في العيد لامهات كادوات نعملوا حاجه تقليديه فرصه يعني باش نعطيو كادو لاماتنا في عند الامهات حاجه مصنوعه بيدينا الصغيرات نتاعنا وحاجه تقليديه فرصه يعني. صحيح التاثير هذا فين يكون في السونتر نتاعكم؟ في السونتر نتاعنا عندنا لاتولي بيا كبيره سافا يعني تلم صغيرات بالكدا حتى كبار مش صغار كهوا حتى ثم شكون روتريتي ما قلقه ما تحبش قاعده في الدار ما عادش تحب تخدم قلقه تجيب حذينا تعمل تاثير في صنعه اللي تحب عليها هي تحب في الحلي التونسي تحب في التريزه عندنا برشا حاجات. ايوا اش معناتها لي سبيسياليتي كل موجودين كملتقى هو كملتقى ثقافي معناتها عاملينه باب مفتوح ملتقى ثقافي المراه تجيب حذينا تجيب صغيره ولا هي تقعد بحذينا تشاركنا كل عشويه هذيك تعطي فكره ما تقلقش معناتها فهمت. جبتونا حاجات معاكم جبتونا اكسسوارات جبتونا اباجوره مزيانه برشا لبسه هات نبداو نحكيو شويه شويه على الاكسسوارات هات نبداو من هوني نشوفوا على يساري على يساري نشوفوها هذه الاكسسوار كانت تقدمها لنا انت شويه كما قلت لك اميلي نحن اوني ديو معناتها القهوه ما تغيبش كما القهوه والسكر معناتها حطوا ببعضكم ببعضنا ايوا شوفوا على الشاشه هذه باش مخدومه هذه مستوحات هذه نحاس معناتها نحاس نخدم ياسر بالنحاس معناتها نحاس اللي هو حاجه تقليديه تونسيه نحاس مختولي ومقطص في الفضه ودخلنا عليه معناتها شويه حاجات مودرن الريش والكروشيه هكا باش يبدا ماشي مع كل ما هو عصري الكروشيه حاجه تقليديه نعرفوا غرس الكروشيه من قبل تكون موجوده موتيفات الخله معناتها حاجه عربي زاده الخله حاجه عربي صحيح به قدمنا انت اللي موجود على يميني هون عملنا موديل كلاسيك سبور فيه لي بيغ نتاعنا عندنا الخمسه القمره وعندنا لي بونبون بالصوف نتاعنا توا احنا لي بونبون طالعين. ايه صحيح. حطينا لي بونبون مع الخمسه والقمره نتاعنا اوكا كلاسيك شويه وسبور ميم طون. هذه تمشي كل يوم ولا تمشي في سواغي في خرجه بوزي؟ عشويه عشويه. معناتها تكون المراه هكا متانقه اكثر من اكثر من الخمسه العربي نتاعنا. نجم تحط حاجه من نوع هذا. شوفوا زاد اكسسوارات اخرين فوق الطاوله مزيانين برشا نرجع معك انت. اي الموديل هذي اللي نشوفوها هوني كيف كيف مستوحى من الموروث التونسي نتاعنا. اي. فيه العنبر وفيه المرجان وفيه الموتيفات كيف كيف ديما التام نحاس مغطس على الذهب اخترنا التام دايما معناتها نمر الاخر. النحاس اللي هو يدوم معناتها. يدوم اي. ونعرفوا زاد صحي. صحي صحيح. صحي معناتها باهي للبرد وباهي لبرشا حاجات. اي. ديما نقدوا من الموروث التونسي نتاعنا والتقاليد نتاعنا. دونك عنبر ودخلنا عليه المرجان. شوفوا العنبر الاشكال اللي مخدوم بها مزيان خمسه ونجمه. معناتها مودرن وتقليدي في نفس الوقت. في نفس الوقت حاجه نشوفوها شرجي شويه في الرقبه نتاع المراه تكون مزيانه حلوه تنجم معاها ما تكثرش الاكسسوارات وقت اللي تلبسها معناتها نجم تكون هي وحدها تكون كافيه انها تعطيها لوك مختلف. به هكا انتم قلتوا ما بعضكم انا كوحده بوحده كل وحده تقدم حاجه هكا لعديدكم حتى القسمه تجي عادله. به نشوفوا زاد الحلي هذا مزيان برشا نشوفوا ايضا على الطاوله. الحلي هذا زاد مخدوم بالخله وفيها لي بونبون والكوليه الاخرى فيها لي بيير سومي بيان سور
اي بيغسي بالبريسيوز. وعندنا الموتيفات نتاعنا العربي، الخله، وعندنا الفاكرون زيده، وعندنا العنبر فيها. نشوفوا لي كولور، لعبتوا على لي كولور مودرن برشا، نجم تلبس مع برشا لبسات هذه خاطر نشوف فيها الالوان الكل. اي اللون اللي تحب عليه تنجم تلبسه مع هذه، الالوان الكل موجودين. الالوان الكل موجودين، ما نحيروش هكا معناتها تلبسنا اكثر من مره على اكثر من زي. باهي، خلف الاكسسوارات انتم قلتوا لي تعملوا برشا حاجات، وان شاء الله في الاتليه نتاعكم تو نزوروكم غاديك على عين المكان. نشوقوا نشوقوا 24 هذايا افونغورا. اي نحبوكم بحذنا في الاتليه باش تشوفونا كيفاش نخدموا سورتو اكثر. ان شاء الله باذن الله. هذه نحبوا الحاجه ربما ما يشوفهاش المشاهد، انا نوريه الحاجه التقليديه كيفاش تخدم. خلينا نمشيو لك على الاباجور المزيانه هذيك. كيف كيف هذه اباجوره مستوحاه من شويه من التراث. مصنوعه من نحاس. نحاس زاد حاجه دو فالور، دو فالور توالي في الحجم هذا. الكرياسيون تاعو معناتها مودرن، نحاس معناتها كرياسيون تاعو مودرن، ونشوفوا معناتها الفوقاني مستوحاه من الفولار العربي نتاعنا. الفولاره اللي نخافوها ديما لا تضيع، تبارك الله ولينا نشوفوا فيها تويكا في اللبسه، في اللبسه، في اللبسه، في الاقفاف. نحن عطينا هنا لمسه صغيره حطيناها في اللباجوره نتاعنا، فهمتني؟ كيما قالت لك ميني معناتها ما حابينش نجيبوا كل شيء، نحبوا نشدوا الساده المشاهدين، فهمتني؟ باش يشوفوا شنو معناتها لي كرياسيون نتاعنا ولي موديل اللي عندنا، وكيك نخليهم متشوقين اكثر. متشوقين اكثر. باهي، فما لبسه زاده مزيانه تحضر معنا نشوفوها موديرن، تلبس الفتاه التونسيه اللي تحب الحاجه الخفيفه. اوكي تحكي لنا عليها اللبسه هذيا. هذي روب سواري سامبل تاع جون في، تنجم تخرج بها يعني هكا تقليديه، وميم طون تنجم تلبسها بنيه صغيره باش ما يحبوش حاجه شارجي كيما رزينا عليها كيما اللبسه التقليديه نتاعنا القديمه. ايه شنو اللي حافظتوا عليه من التقليدي وشنو اللي دخلتوه عصري؟ التريزه هذيك فارم القديمه. قديمه أيوة. الفارم خاطر عندنا حاجات نتاع ماميتي وقدم مع الاخر ما عادش يتلبسوا تلقاها حتى تهريت. تاخذ أيه؟ شنو تحب انت منها وتزينها الحاجه تاعها. نخرج منها البارتي اللي نقولوا احنا قاعده تلبس عليها ونجم نحطوها في لبسه مزيانه عصريه. عصريه هكا لبست من لبست من عهد ماماتي او من طون موجوده في العصر هذا. حاجه جديده. اي حاجه جديده. اي نشوفوها حاجه مزيانه الحقيقه. فتاه تونسيه نصورها تحب تحب الحاجات، تنجم تمشي سواغي اذا كان نحبوا. معناتها سا دي بونتي وشنو تلبس معاها من انت والمناسبه باش تلبسها. انت والمناسبه تنجم تكون حاجه حلوه. مي بروشين موا شنو قاعدين تخططوا؟ خاطر زوز ما تنجموا كان تخططوا، تنجموش تعملوا حاجه اخرى. ان شاء الله كيفيف عندنا ايفينمون معناتها بروشين موا ان شاء الله لو 5 ديسمبر. كيف كيف هو معناتها باش يكون في اطار ملتقى ثقافي. فيه معناتها شاعرات معناتها، فيه منظمين توانسه نساء، معناتها باش يكون التيم نتاعو نساء. ومنظمته انا واميني معناتها والناسة باسم والناسة، ومعنا شكون معناتها جمعيه اخرى اللي هي معناتها معنا، باش يكون هذا ايفينمون معناتها حلو ياسر يزا كيف كيف يغطي ولايه بنعروس ان شاء الله. باهي برشا، معناتها هذايا شنو القريب القريب ان شاء الله معاكم. بالحق حبيت نحيي الحضور نتاعكم ونحيي هالتعاون ما بيناتكم منال واماني. ان شاء الله ربي يوفقكم اكثر فاكثر. ان شاء الله زاد تعطيونا الاضافه في ذوق 24، لان يوم بعدنا ان شاء الله نعملوا غبغيك مزيانه ان شاء الله، وبابنا مفتوح معناتها للناس الكل، وحتى على الباج نتاعنا معناتها ولا باج معناتها مفتوحه معناتها، ونجموا يسالونا ونجاوبوهم وبرشا حاجات. باهي برشا برشا حاجات تلقاهم عند اماني وعند منال. شكرا لكم على الحضور معنا ذوق 24. شكرا لكل من تابعنا في برنامجنا اليوم. ان شاء الله كل ضيوفنا كانوا متبوعين بطابع ذوق 24. اكيد يتواصلوا اللقاءات نتاعنا ان شاء الله في الاسبوع القادم. نتلاقاو نهار الاحد 9 نتاع الليل. ما تنساوش ايضا تفرجوا فيا في تونس في نهارها الخميس في المباشر من الماضي ساعه الماضي ساعتين. صباح الخير نسكم.